غزوة هي تفاصيلها، وراح أتكلم على كل الآيات والأدلة والمواضيع اللي تتكلم في هذا الإطار. بس رجاء حبايبي، تكبيس على الشاشة ومشاركة الحلقة مع الآخرين. برنامج الحوار العقلاني هو من أعداد الأخونا حسين العراقي، واليوم الأخ حسين هو عنده شوي ظرف طارئ، يعني عنده ضيف شوي مشغول، ما كان يقدر يكون معنا في هذه الحلقة. نتمنى له الخير والصحة والسلامة، وأنا أيضا بدوري شريك بالخدمة راح أكون في هذه الحلقة. معه وتكلم معه من الحبايب اللي المحاورين. فرجاء تكبيس على الشاشة لما يجينا المحاور المناسب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الحلقة اتصالها مفتوح من الآن، أي شخص يحب يتواصل معنا من أخوتنا المسيحيين أو المسلمين إذا عنده حوار معنا، أو الأخوة اللادينيين اللي كانوا من خلفية إسلامية وتركوا الإسلام وهم أعدادهم كبيرة جدا بالتيك توك الآن، يحتلون ممكن نقول المرتبة الأول، لأن اللايفات اللي موجودة هي على التيك توك، وتتكلم ملحدين يفتحوا اللايفات، لايفاتهم نار يعني، كل الناس ملحدين، ما أعرف يعني شو هذه الموجة الكبيرة، ومن السعودية والعراق ومصر كمان، مصر والسعودية مشهورة جدا، وأيضا فيهم العراق وفيهم من دول تانية، وأنا تابع بثات أيضا باللغة الإيرانية وباللغة الأفغانية، أيضا في أخوة إيرانيين وأفغانيين أيضا عابرين يتكلمون في هذا الموضوع. فصارت المواضيع مواضيع الإسلامية على التيك توك فترة قليلة، أعتقد تيك توك راح يتحول لبرنامج ديني، تحول لتطبيق ديني، لأن كل المواضيع تتكلم عن الدين وعلى خصوصا على الإسلام وعلى جرائم محمد رسول الإسلام. فهذا مهم جدا، شاركونا الحلقة مع الآخرين لكي الحبايب ينضمون إلينا ويشاركونا في هذا الحوار. رجاء تكبيس ومشاركة الحلقة. طبعا ابتداء احنا دائما متعودين معكم ناخذ 10,000 تكبيسة وبعدين نبدا بالحلقة، ولكن لان انا لوحدي اليوم بالحلقة فراح ابدا من الان، راح ابدا من الان علشان اقدمكم الحلقة، بس تكبيسكم معي وايدكم معي رجاء بالتكبيس والمشاركات. رجاء كل الموجودين مشاركة بتكبيس، مشاركة بتكبيس لما الحلقة شوي تثبت وتاخذ مكانها الاساسي في البث الرائج او البث اليومي او ترندات التيك توك. بداية محمد رسول الإسلام كان عمره 40 سنة وادعى النبوة، كان متزوج من خديجة بنت خويلد في مكة، وخديجة كانت متزوجة شخص اسمه نباش بن زرارة، هي متزوجة اثنين قبل محمد، ولكن الأخير أو الزوج الثاني محمد نمبر ثري، يعني محمد رقم ثلاثة، الزوج اللي هو ثاني الرقم الثاني اسمه نباش بن زرارة. نباش بن زرارة كان يدعي النبوة، وكانت العرب تقول عن نباش النبي، وكان يذهب إلى غارة حراء يتحنث به أو يعبد ربه في الغار. من بعد هذا مات هذا الرجال، وكانوا مستعبدين لمحمد. طبعا كلمة مستعبدين المسلم يستبعدها، ولكن محمد كان يشتغل عندهم علشان لا تزعلوا. محمد كان يشتغل عندهم، هي وزوجها خديجة وزوجها، ومحمد كان يشتغل عندهم. لما مات هذا الزوج شافت يا محمد مطيع، لأن ما عنده أب وأم ويتيم موجود هناك ما عنده أحد، فقالت له تعال أنت يعني تشتغل عندنا، شافت ينام عندهم ويأكل عندهم ويشرب عندهم، والعمل ليس له ساعات، اليوم كل مكان اللي أي شخص يشتغل بشركة له ساعات معينة، يروح الصبح ساعة 3 بالأربعة يخلص الشغل، بعد بالليل ما بيشوفون على الشغل. محمد لا، ليل ونهار موجود، بالليل يردونه موجود، بالنهار موجود، الصبح يفيقونه من النوم لأنه بيته ومسكنه عندهم. مات زوجها نباش بن زرارة وحزنت عليه خديجة، قالت ماكو حل أمامي إلا تزوج هذا المملوك عندي اللي هو محمد. تزوجني؟ قال أنا يتيم أبو طالب ما عندي حد، يعني هل عندي فلوس؟ قلت له كل شيء ما أعرف منك، أنا أريدك بس قول نعم. قال نعم. قلت له روح لأبوي. قال شو قال لأبوك؟ قالت له قول لأبوي إنك أنت أريد أتزوج بنتك. قالها اوكي. راح لابوها، ابوها طرده، قال لها شوف تزوج بنتي، احنا تجار وانت تشتغل عندنا مملوك ونبي تزوج من بناتنا. اجت خديجه قالت لابوها معلش هو يريدني وفلان خليه يتزوجني. قالها ما يصير،
عيب علي وعار علي أزوج بنتي إلى يتيم أبو طالب، ولا يلقب بيتيم عبد الله اللي هو أبو عبد الله، ينسب إلى أبي طالب، لأن أبو طالب الرباني ينسب إلى أبي طالب، لأن أبو الحقيقي مش معروف يعني، والعرب اختلفوا على أبو محمد الأساس. هذا مش موضوع. فبهذه الفترة محمد كان 40 سنة عمره تزوج، أنا أريد أجيكم للعمر بس، تزوج خديجة، عاش مع خديجة 13 سنة، ماتت خديجة. خديجة طبعا معها ورقة بن نوفل وراها البحيرة وقصة التوراة وقصة الإنجيل، وترجموا الكتاب للغة العربية، وكانوا يعلمون الرسول، وكان يتعلم كل هذه المواضيع واللفة والدورة 13 سنة. متابعين على تيك توك الآن أكثر من محمد، ومحمد 13 سنة، صارنا 10 دقائق مفتحنا البث، بس احنا الآن اللي موجودين أكثر من محمد عددنا. محمد مش يوم ويومين، 13 سنة كان يغلهم السماء والأرض وما بعرف إيش، والسماء كيف رفعت، والسماء الأرض كيف سطحت، والسماء كيف رفعت، والجبال كيف نصبت. قالوا له يعني شو جديد يعني، وهذا حوار بين المشركين. ومحمد يجوا يقولوا له أنت تقول أنك نبي، يعني هو 13 سنة عاش ما يدرون بأنه نبي. ليش؟ لأن يخاف يعلن، ومش عيب الإعلان، وما ما حد يعني ما عنده أي أدلة، يعني ما عنده أي أدلة عن النبوة. قال ما أنا في خلوات، أنا روح الله يتكلم معي. قال له شو عرفك إنه والله؟ قال مو قال لي إنه والله. قال له ممكن يقول مش الله؟ قال لك إني أنا الله. أنت كيف عرفت إنه والله؟ يعني شو جنسيته؟ قال لا، ومش الله، هو في جبريل، في ملاك يتكلم. وهذه القصة قصة بداية محمد من هنا يعني. حبيبي خالد رب بارك حياتك يا غالي. يلا حبايب، شو مشاركة وتكبيس رجاء، والحلقة مفتوحة للمشاركات، فأرجو وأتمنى أنكم تشاركون معي. طيب ادعى النبوة في هذه الفترة، والناس غليلين جدا اتباع محمد. اجوا للمشركين وقالوا له تنا بقنا منع، قالوا لنا معجزة. قال لهم شو تردون؟ قالوا له يعني سوي لنا الشيء علشان نشوف، نقول يعني الرجال طلبنا منه وما ربنا يعني معجزة. قالوا اطلبوا ماذا تريدون؟ يعني بالطلب يعني اختار ايش ما تريد. اوكي حاضر نختار، فجر لنا ينبوع من الارض، يعني عين مية عطشانين. قالوا مية لا صعبة هاي كبيرة ما بي عليها. قالوا له أمطر علينا السماء كسفا كما زعمت. هو قبل فترة هددهم، قالوا أنا ممكن أنزل عليكم حجارة من السماء، يعني كسف يعني حجارة، نزل علينا حجارة. قال لهم لا، لو نزلت عليكم حجارة، شوف 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 الأعذار، يعني لو نزلت عليكم حجارة وطاحت عليكم ومتوا، راح تقولون من بعد الموت، يعني من بعد الموت راح تقولون إنه مش اللي الله نزله، واحد ثاني نزل، ما راح تصدقون. بدي ننزل هسه وبعدين نصدق، والله ما نصدق، وبعدين احنا ميتين كيف ما نصدق واحنا ميتين؟ قصه والروايات والحكايات. فمحمد ما عنده اي شيء. قالوا له يعني ما عندك شيء؟ قال لا ما عندي. تردون اكلمكم يعني اشرح لكم ولا اشرح لنا؟ قال ما شفت الجبل ايش قد حلو؟ عالي ومرتفع. الجبل قبل لا تجي كان موجود، يعني انت ما جبت معك جبل. ما شفت الجمل كيف ظهره هيك يعني معوج؟ مين خلقه هذا؟ قالوا له الجمل كان قبلك موجود كمان، يعني انت لما اجيت ما جبت معك جمل، فراعنه قبلك ب 7000 سنه عدم جمال، وزوجتك اللي هي ماتت عندها جمال، والناس تسافر والتاجر بالجمال، يعني الارض مسطحه. قالوا ما احنا شايفين ساكنين عليها، طبعا الفكر البشري يعني واقع عليها الارض مسطحه، مش عليها المشكله يعني. شو جديد؟ كله موجود هذا وتتكلم عليه؟ لو ما كنت موجود احنا كنا عارفينها، يعني هي موجوده احنا عايشين بها. قالوا ما عندي غيرها. تؤمنون ولا ما تؤمنون؟ ما آمنوا بي. اللي آمنوا بمحمد هم ضعفاء العرب، والمشركين كان عندهم غول، والغول في البخاري إن معك أراذل الناس وضعفاءهم، معك يا محمد أراذل الناس وضعفاءهم، ناس ماديا فقيرين، ناس مساكين، والإسلام لم يكن بلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. هاي الأمور اللي هي اسمها أركان الإسلام، اللي هي أساسيات الإسلام، غير موجودة. يعني كيف تصير مسلم؟ قل لمحمد انا مسدك بس، وروح لبيتكم اعمل اللي تريد، اعبد وثن، اعبد حجر، ماكو صلاه اصلا، ولاكو صيام، ولاكو تفاصيل للعباده، تفاصيل العباده غير موجوده. والدليل على ذلك خديجه زوجة محمد ماتت ولم تصلي ولم تصوم ولا يوم واحد في حياتها، ماتت مسلمه بس مش عارف كيف مسلمه، ولا قران موجود. انت قول لي انت تبع مين؟ قول انا تبع محمد. شو تعبد؟ اعبد الله بطريقتي. فهي كانت الفكره. شاف صاحبنا قال لك أنا معيشة ما تفيد، يعني 13 سنة ورجل كبرت بالسن، كبير صرت من عمره 40 حق عمره 53، هو بالمدينة بمكة،
53 سنة من مكة، والست هاي الولية اللي أنا يعني ماتت، والناس كانوا يعرفوني تاجر، تاجر على أساس هي تاجرة وأنا زوجها، يعني زوجة تاجرة، وهي ماتت وأبوها ميت قبل فترة، أول من بعد زواج محمد مات فترة طويلة. وورقة بن نوفل اللي كان يعلم محمد ويترجم محمد التوراة والإنجيل العربية مات. قال لك أنا ضال شو سوينا؟ ليش ما راح المدينة؟ راح للمدينة، وهذه بداية حلقتنا هنا. بس أعطيكم المقدمة علشان تعرفون كيف التسلسل جاء وكيف يحكي، وهذا موجود. أي كلمة أنا أقولها أنا مسؤول أقدم عليها دليل، أي كلمة قلتها، أي مسلم معنا من الأخوة يريد دليل يصعد يقول فلان كلمة قلتها إحنا ما غارينها وما نعرفها أو غير موجودة، راح أطلع لك الدليل على الشاشة وشوف بعينك. يعني كله موجود ومدون ومكتوب في الكتب الإسلامية الصحيحة، وعلى رأسها القرآن، والبداية من القرآن هي أصلا. فكبسوا لي حبايب على الشاشة وشاركوا لي البث مع الآخرين عشان الحلقة توصل لأكبر عدد ممكن، عشان تعرفون الجريمة الإنسانية يعني حرفيا هي جريمة إنسانية اللي حصلت مع بني غريبة. راح محمد هاجر، ركب الحمار، خذ له شنطة صغيرة ومع أربع أشخاص، دول السبعين ظلوا هناك، ما حد يجي. قالوا مش معك، قالوا مش معك، قالوا مرد أروح البلد ثاني وهناك النبوة. قالوا النبوة إيش قصة، إيش أهلنا وزوجاتنا وأولادنا؟ اللي راحوا مع محمد أربعة ومشوا معه علشان الفلوس، لأن تجارة خديجة عنده يدفع، يعني يدفع يا رسول الله، كان يدفع ويمشوا. اشترى لك روح الحمار، حمار ركبهم، وهو ركب له كمان حمار ولا جحش ومشى معه، مشى رسول الله فين المدينة. دخل المدينة وجد ناس قطاعين طرق، سماتهم الكتب الإسلامية سراغ الحجيج. سراغ الحجيج يعني شو؟ الحج كان موجود قبل الإسلام والناس كانت تحج. البيت الوثني الكبير جدا اللي هو الكعبة، حاليا سموه الكعبة، والإسلام كان اسمه بالجاهلية البيت الوثني. طبعا ما يقولون وثن، بس الإسلام سماها كذا يعني يهينهم، بس هو سمونه بيت الله. نفس الفكرة، بيت الله واليوم بيت الله، هو بس هو الله مين؟ هو الله فكرهم شيء آخر، الله فكر محمد تغير أيضاً إلى شيء آخر، وهذا بعيد وهذا بعيد عن الله الحقيقي. كل واحد بعيد، كل واحد يدعي الله بطريقته هو. والدليل على ذلك اسمه أبو محمد عبد الله، وإسلام ما كان موجود، لأن أصلاً محمد ما كان مولود ذاك الوقت يعني. ومحمد اسم أبو عبد الله، شو منين جاء كلمة عبد الله؟ إذن كلمة الله وعبد الله موجودة. والمشركين كانوا يحجون إلى هذا البيت اللي هو الحج. منين يجون؟ يجون من المدينة وغيرها يحجون. سراغ الحجيج اللي هم الصحابة، دول يحفرون خنادق وينامون بالطرقات وينتظرون. اجى حمار، اجت ما بعرف بغلة، اجى فلان، اجوا ناس رجال وعجوز وفلان، راح يحجون يمسكونهم بالطريق، ياخذون فلوسهم ويضربونهم وياخذون مواشيهم ويطردون. يعني مسلف شيء سراغ الحجيج، يعني يسرغون الغافلة اللي تجي للحج. كانوا يسرقون هذه الأموال. جاء محمد وقال لهم ماذا تعملون؟ قالوا له هكذا نعمل. قال لهم طيب انتم الله راضي عليكم؟ قالوا احنا ما نعرف الله اصلا، احنا ناس نتاجر يعني نشتغل بالسرقه والحرمنه، وهنا موجودين في المدينه وانت بعد نمشي معك وهذا قصدك. قال لهم مين هذه القبيله؟ قالوا بني غريب. هاي القبيله مين؟ بني غينغاء. دول مين؟ بني النظير. دول مين؟ بني المصطلق. إذن كانت غبائل موجودة. دول شو بيشتغلون؟ قالوا يا رسول الله، ماكو رسول الله يا محمد، كان اسمه محمد، يا محمد يزرعون زراعة ومواشي، يعني يربون الأغنام والحيوانات ومواشي وغيرها، وجماعتنا قطاعين طرق. ليش ما نتحد مثل إحنا ونصير مثلهم؟ ليش ظلين بهذليين؟ هنا تم تكوين جيش جديد اللي اسمه الصحابة، اللي سمتهم الكتب الإسلامية الصعاليك، وراح نبدأ في الدخول في هذا الموضوع. طيب معنا اتصال، خلنا نأخذ الأخ اللي معنا رافع إيده، ومن بعد يشارك معنا نسمع مداخلته، ومن بعد أيضا راح نكمل معه. أهلا أخ كريم، شلونك؟ حبيبي بارك، كيف حالك؟ صحة زين؟ أهلا وسهلا، نورت. أشكرك حبيبي. أول شيء أشكرك على جهودك العظيم. بصراحة أنا مسلم مرتد، يعني ترك الإسلام، تركت الإسلام من قبل شيء. كردي؟ كردي. أهلا وسهلا، نورتنا حبيبي. أهلنا وحبايبنا هم بيرانهم بالعراق. ليش أنت من إيران؟ بعد علاقة قوية جدا. أنت من إيران؟ أنا إيراني الأصل.
عشت بإيران وأعرف اللغة الكرمنجية إذا تكلموا بها بفهم عليهم بس ما بعرف أرد يعني. أنا سوراني مثل عندما يتكلمون الفيلية أكثر شيء الفيلية الأقران الفيلية معروفة. أنا سوراني مش كرمنجي. سوراني أوكي. السوراني السوراني أكثر من سوري. عربي لو فارسي. شلون؟ أنت عربي لو فارسي. أنا إيراني فارسي بس أتكلم العربية. أها لأنه أنا عمل دي إن آش في عندي دم من العرب الإيراني يعني من أحواز كمان. أهلا وسهلا. طيب أنت من يوم تركت الإسلام كم سنة صار لك؟ حكي لنا علشان. يعني قبل 15 سنة تركت الإسلام. قبل 15 سنة تركت الإسلام. أنا عمري 41 سنة هسه. هسه 41 15 يعني كان عمري 25 أوكي. خليني يعني أنا ما أريد معلومات شخصية بس أريد بكلمة نعم ولا لا وتوضح. علشان الفكرة هل أنت موجود في دولة إسلامية ولا لا؟ لا الحمد لله على هذا بس خطر عليك يعني لأنه ما بسمح للناس اللي موجودين في الدول الإسلامية بيشاركون بالصورة خطر على حياتهم يعني حتى الكردستان ما أريد خلاص خلاص بس الدول الخارجية خلاص ما أريد عناوين إيه حتى الكردستان ما أريد الزبالة يعني على حياتك لأن المسيحية لا تقبل بذلك خطر جدا هي المعلومات أنت مسيحي أنت مسيحي أنا مسيح نعم اها انتم مسيح تؤمنون ان المسيح هو الله يعني انا كنت مسلم تركت الاسلام صرت مسيحي نعم اها انت كمسلم انا من خلفيه اسلاميه خلفيه اسلاميه هاي القنات قنات الاراميه قنات مسيحيه قنات تبشر بكلمه الرب يسوع المسيح تتكلم مع الاخوه وتوصلهم كلام الرب يسوع المسيح في جزء اخر هو الانتقاد للاسلام اللي انا موجود فيه حاليا ننتقد الاسلام ونقدم رساله المسيح يشوى الحديث موجودة بالبخاري محمد اختصب وقتل وقطع الطرق وشغلات يعني واحد ما يصدق هذا مو نبي هذا يعني هذا الشيطان شيطان اختي منال كيف حالك يا رب حبايبي يلا ها اخواني يلا عددنا حلو تكبيس تكبيس رجع تكبيس ومشاركة وخلينا نتكلم اسمك بارك ولا بارك 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 هل قريت الانجيل لا والله ما قرأت الإنجيل بس أنتوا تقولون إنه المسيح هو الله مو؟ أيوة أيوة إحنا نقول المسيح المسيح هو اللي قال إنه هو الله والكتاب هو خالق أو مخلوق طيب خلينا أنا بخلينا ولا أسألك وبعدين أدخل معك في الأسئلة مش مشكلة تسلم بس أنت ما قرأت الإنجيل ولا مرة لا والله ولا مرة قرأت ليش ما تقرأ أخويا يعني أنا ملحد بس يعني ما أدري إذا الله موجود موجود مش موجود هذا ما أدري بس إيه فهمت علي شلون يعني اوكي في نقطة مهمة جدا في سؤال دوختني بالمسيح علشانك ما اصير مسيحي المسيح بعدنا احنا ما دخلنا بالمسيح حاليا لما ندخل بالمسيحية وحوار المسيحي راح تسألني انا موجود معك سألني اللي بدك اياه اسألني اللي بدك يا سيدي ماكو مشكلة انا اجاوب على كل شيء بس اريد ادخل معك في خليني في نفس السلسلة يعني انت حضرتك تقول ان الله انا ما بعرف موجود ما هو موجود وكنت مسلم وتركت الاسلام طيب ليش ما اعطيت نفسك فرصه تفتح الانجيل وتقرا وشو شو بي مو هذا صار 15 سنه السؤال في داخل مخي هذا السؤال نزيل احنا هي مش عشان ما راح لك مشكله المشكله انك انت الان موجود في دوله غير مسلم وعندك اولاد ولا ما عندك عندي بنت خطاياهم برقبتك انا اسف بس هذا حق لازم اقول لك اياه بنت ام بولانيه انا خليل خطايا صدقني خطيه يعني ذنب خطايا دول راح يطلعون يعني ناس ملحدين وغير ملحدين وقصص وانا ما اقول ملحدين سيئين بس قصص والروايات بعيد عن الله يعني في فالانجيل متاح عندك وبلغتك السوره السوراني باللغه السورانيه موجود باللغه العربيه موجود افتح الانجيل وانت مثل ما قاعد على التيك توك يوم يا خمس دقائق مش شرط انك تؤمن هو للايمان مهم جدا وهذه رساله الله لخلاص الانسان بس انك تقرا تفهم المسيحيين كيف يفكرون هل هم يعني هل يؤمنون بهذا موجود في كتابهم؟ خلينا ناخذ اطلاع عليه. ما ياخذ منك وقت لو يوميا 10 دقائق تقرا وما يريد منك لا وضوء ولا تستحمى ولا اي شيء. افتح الكتاب مثل ما احنا قاعدين مثل ما انت على التيك توك الان تقرا لك يوميا 10 دقائق. يعني اذا تيد الله موجود ولا مش موجود، تيد الله يتعامل معك، المفروض انك تقرا كلامه. وكلام الرب يسوع المسيح اللي هو الانجيل متاح في كل لغه وكل العالم. صحيح صحيح طبعاً بأي دولة اللي موجود بيها إذا حبيت طبعاً لا مسيح المركة اللي قلت لك عندي خدمات الأرامية قنات الأرامية عندي خدمات في كل الدول الغربية تبعت كتب إذا أنت ردت عندنا كنائس مجاورة لك يعني غريبة منك يبعت لك مسيح.
مسيحي احسن ناس انا، بس يعني انا اشتغلت بالسجن 4 سنوات كريم، ما شفت غير المسلم المسيحي بالسجن، غير الديانات ما شفته، غير المسلم المسيحي، بس المسلم يقتلوا يسرقوا هالشغلات. هذا مو هو هذا لا يجعل المسيحيه صح ولا غلط، يعني الامور التعامل الانسانيه هي موجوده بالانجيل اوكي، بس كلام المسيح هو المهم اخوي. خليني اسال سؤالي، يعني خليني بس انت بلكي انت ذكي توضح لي يعني انا ماني ذكي، الكتاب ذكي، الكتاب تكلم على كل شيء. تمام. إذا سؤالي، واذا مسيح، اذا الله ليش خلق محمد عشان يغتصب يقتل ويقتل المسيحيين يقتل اليهود يقتل الناس الابرياء وهالشغلات؟ انت هذا موجود بالحداثه، ايش سوى محمد؟ كتل اغتصب صفي ما ادري ايش. اذا المسيح هو الله، ليش خلق محمد هذا المجرم؟ اوكي، هذا السؤال ياتي من منطلق اسلامي. ليش؟ لان كلمه الخلق وكيف خلق وما خلق، الله لم ينشا شخصيه جديده اللي هو محمد او فرعون او موسوليني او هتلر. هذا ليس انشاء شخصيه جديده، ذولي مولودين وليسوا مخلوقين، وانت كمان مولود وانا مولود، ذولي نتيجة من اب وام جاءوا، في اب تزوج الام جابوا ولد سموه محمد، في رجل ثاني تزوج امرأة جابوا ولد سموه فرعون، في رجل ثاني تزوج امرأة جابوا ولد سموه هتلر. ذول الشخصيات اللي هي اجرامية ذول موجودين، بس ذول مش خليقة ان الله انشأها ووضعها بالعالم والله يكون مسؤول عليه. فاحنا عندنا بالكتاب المقدس اللي مخلوق هو في كل الكره الارضيه هو شخص واحد فقط وهو ادم. الله خلق ادم وكل البشريه جاءت من تناسل ادم وزوجته وهي بالولاده. واحد يتزوج الثاني ويولدون، ولا الرجل يتزوج امراه ويولدون، فهي ولاده، هي معطاه لك. يعني انت الان عندك بنت صح؟ ايه. مين خلق بنتك؟ هذا مسيحكم، ايش اسمه المسيح؟ لا، بنتك مولوده. انت تزوجتها وما وجبتها، كان بامكانك ما بتجيب بنت صح ولا غلط؟ كان بامكانك تروح للطبيب وتقول احنا ما نريد خلفه، يعطيك حقنه بسيطه هنا ويعطي زوجتك حقنه، ما ساعدكم هنا. هل انت منعت حق الله؟ لا. الناس بس خليني اوضح لك الفكره عشان تفهم. لا الناس اللي ما يساعدون خلفه في امكانهم يروحون للطبيب ياخذون حقنه وحقن مجهري ويسعدهم اولاد. هل هم يعني الله ما بيريد لهم اولاد وجابوا اولاد بالقوه؟ كمان لا. هذه هي معطاة للإنسان، الله أعطى الإنسان أن يتناسل ويتكاثر، ويقول الكتاب المقدس تناسلوا وتكاثروا، وهذه هي الطريقة الإيجابية. الآن كيف طلع محمد شرير؟ الله لم يخلق محمد شرير، ومحمد لم يولد شرير، محمد ولد من أب وأم، هم ناس وثنيين نعم، ولكن هو بالفطرة الإنسانية اللي ولد بها هو إنسان طبيعي مثل كل البشرية. عندما كبر وتعلم هو التصق بالشر، وهذه اسمها حرية الله. الله معطيك الحرية، الله بيعرف انك ملحد الان، بيعرف انك تتكلم معي، وبيعرف الله انه هو الحق، بس خلي بالك ان الله ما بيجبرك انك تؤمن به. يقول لك الشر موجود والخير موجود، وانت انسان عندك عقل، فكر شوف الصح تختار. الله لم يتركك، الله وضع بك كمبيوتر، هذا الكمبيوتر يشخص الصح من الخطأ اللي هو عقلك، وضع هذا العقل، زرع هذا العقل في دماغك لكي تعرف الخطأ من الصح. إذا أنت تقول لا هذا هو صح بس أنا مالي، خلاص أنا مش على الخطأ، الله ما بمنعك. صير ممكن شرير، ممكن صير قاتل، ممكن شخص آخر مثلك، ممكن يكون أخوك، ممكن يصير طيار، ممكن يصير يروح الفضاء، كل واحد بطريقته. هي هاي معطاة للإنسان، الإنسان يختار. محمد هو اختار أن يكون شريرا. المسيح ماذا قال؟ المسيح قال احترزوا من الأنبياء الكذبة. عندما جاء المسيح قال خلوا بالكم، آمنتم بالمسيح لا تفكرون طريقكم مفروش ورود. العالم ما بيصدقون مسيحيين أهلا وسهلا، لا لا لا، سيضطهدونكم ويطردونكم ويظنون أنهم يقدمون خدمة إلى الله بذبحكم، يذبحونكم أمام الكاميرات. وشفت أنت أعتقد يذبحونكم أمام الكاميرات كأنهم يقدموا خدمة إلى الله. احترزوا من الأنبياء الكذبة، يأتون حتى وإن أتوا بثياب الحملان، يعني ناس مسالمين، ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. أنا الأول والآخر، البداية والنهاية، الألف والياء. إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون بخطاياكم.
فالمسيح وضح أنه هو البداية والنهاية، واللي يأتون من بعده ناس كذابين خلوا بالكم منهم. فالكذابين هم هي ما اختصرت على محمد، هو ماس محمد وخلصت. طيب وهتلر شو رأيك به؟ طيب وماسولين شو رأيك به؟ وفرعون شو رأيك به؟ والبراح يأتون كتير، هم موجودين، بس أنت ماذا تختار؟ الله ما خلقك بغفص وغفل عليك الباب وفي يوم من الأيام يفتح الغفص لك تعرف للجنة. لا، ما لها معنى يعطيك جنة وانت مقيد محبوس. تسأل ليش تتودين الجنة؟ يقول لك لأنك ما طلعت من الغفص، منك انك محبوس. لا، الله وضعك في هذا العالم اللي كل شيء موجود به، بشرط انك انت تتبع الطريق الصح. الطريق اللي يؤدي للحياة الأبدية هو الطريق ضيق، والطريق اللي يؤدي للهلاك هو الطريق واسع جدا. فالمسيحية منطقية وعقلانية ورسالة واضحة أخوي الحبيب. الله ما خلق، الله لا يخلق شر أبدا. جاوبتك كريم، ما تصورتك تجاوب هيك يعني، بصراحة هذا جواب الكتاب. مش أنا ما عندي شيء على فكرة، اللي أنا صفر، أنا مسلم سابق صفر، كنت أتبع محمد كل شيء ما بعرف. الكتاب يجاوب مش أنا يعني، هاي إجابة بالكتاب، الكتاب جاوب. هذا ما جواب، هذا مش جواب، هذا ولا شيء صفر. هذا أقول لك غراء، ما هو هذا أقول لك غراء، هذا هو كلمة الله الحية والفعالة. تهلكوا إن لم تعرفوا الكتب. نهلك كلنا، أنا ما بهددك. ابعد بعيد جدا، منطق صراع وجع عندنا، فهذا كله موجود في كتاب الله، كله كلام مسيح. فأقرا الإنجيل أخويا، وأنا إذا كان عندك سؤال أو شيء تحت أمرك، إذا تحب تواصل معي خاص أنا أيضا ما عندي أي مشكلة معك. إذا تترك مسيحي ليلك أحسن، تكون إنسان أحسن وأحسن، وتحب الناس، تحب الجميع، تحب كل، بس إذا شو اسمه ظلك مسيحي تكون هيك فكرتك يعني ما تطور أنت، بصراحة ما تطور. لازم تترك المسيح وش اسمه، تنقد كل الديانات مثلا، تنقد المسلم وتنقد المسيح وهذا، بس هذا المسيح يعني بصراحة إذا هو الله يعني ما حاجة أنه يخلق واحد بشخص تافه مثل محمد. يعني هاي التوضيح كله ما وصلت لك الرسالة؟ صفر، صفر فاصلة صفر وصلتني. ليش؟ هذا مو جوابي. شو الجواب؟ شو الجواب اللي تريده يعني؟ أنا وضحت لك أن الله لم يخلق الشر. أنت الآن الله خلقك، وأنت سميه خلق مش مشكلة. أنت الآن موجود بهذه الأرض. أنت الآن ليش ما بغيت مع الأكراد اللي بسوريا ورحت جاهدت في داعش؟ ليش استخدمت عقلك ورحت لك إلى دولة تانية لكي أولادك وزوجتك يعيشون بخير وصحة وسلامة وأمان؟ في شخص مثلك من جارك وكردي وطلعوا على التلفزيون، وشو أنا ما أتهم الأكراد، الأكراد ناس طيبين ولا تراجع بكلامك، بس في منهم ومنهم الإيرانيين كمان، إيراني من الإيرانيين كمان، بايعوا داعش وطلعوا بالتلفزيون وشربهم شروا أشواربهم ولابسين طايات وسكاكينهم بيتهم. ليش ما صرت مثلهم أنت؟ ما هو هذا الشخص اللي طلع على التلفزيون مثلك مثله، يعني هو أيضا مولود من أمرأة وإنسان طبيعي. تستخدمت عقلك ووصلك إلى مكان تعيش بخير وصحة وسلامة بعد. فالفكرة هي يا حبيبي عباس، يا رب تكون بخير. فالفكرة هي يا عزيزي مش خليقة، هي شخص يختار الشر فيعيش بالشر. تفضل عباس أخويا، تحت أمرك حبيبي. أخ كريم، ماني عابر صار لي تقريبا سنتين. أنت تكلمت معي من قبل عباس؟ لا، تكلمت ويا أخ حسين. أوكي، هو في شخص مع عباس ثاني يعني. إيش قد عمره؟ أنا ما بعرف عمره، هو في شخص آخر بس ذاك يعني أنا آسف لحضرتك، ذاك ولد كذاب يعني، مرة يقول عابر، مرة يقول مسيحي، مرة يقول فلان، فخلي بالك الأسماء تتشابه، فلو تغير اسمك لو تعمل شيء ثاني يعني عشان يكون اسماء حسابك يعني حسابه يشبه حسابك والصوت يختلف طبعا. أنا فكرتك أنت هو بالأول، أنا آسف يعني، بس الآن تكلمت لا أنت شخص آخر. فأنا بوضح لك أنك تغير أي صورة، تغير هو صورته ما أدري شبك له، بس غير اسمك واكتب اسم آخر يعني علشان يعني يكون معروف. هو مش مع عباس نفس الشيء، واسم بدون نيكنيم، بس عباس وخلاص يعني، بدون يعني نيكنيم، بس يوزر يعني، بس اسم خالي يعني بدون لقب يعني. اخ كريم، انا بس اذا عندك حساب للتلمذ. بيت التلمذ؟ اي نعم. اوكي، انت من امتى عرفت الرب يسوع المسيح؟ سنتين، 2022 شهر 12. اوكي، واللي عرفك بالرب يسوع المسيح هو، انا ما ادري اسم يعني، هو احد من الاخوه اللي موجودين على الساحه حاليا؟ لا لا.
يعني اللي عرفك بالمسيح هو عنده برامج ويطلع لايف وغيره ولا لا؟ عرفته صدفة. اه اوكي صدفة، مش مشكلة، يعني في شخص صدفة تعرف معك وعرفك المسيح وغريت صرت مسيحي. ماكو اي شخص ولا هاي الصدفة، هي جتني من الله. اها ها ها انت يعني ما هو الكتاب، احنا بالانجيل ما عندنا شيء اسمه صدفة، المسيحي لا نؤمن بالصدف يعني طبيعي. احنا نؤمن بترتيبات الله، في ترتيب لله والترتيب ده لك، وانت عرفت الرب يسوع المسيح من خلال هذا الترتيب يعني. طيب انت قاري الانجيل اخوي؟ قاري الأعمال الرسل، ووقفت بسبب مشاكل صارت لي. حلو، حد اعمال يعني من الصفحه الاولى حد اعمال الرسل وصلت. نعم رائع جدا. بس العهد الجديد. امين. هو العهد الجديد فعلا، وحد اعمال الرسل تمام جدا. شويه بدا بعد يعني رسائل بولس الرسول ايضا مهمه جدا في التلمذه. اوكي تواصل معي على الخاص، انا ما اقدر اتكلم معك على العام بالمعلومات، خلينا نشوف انت وين، اذا في تلمذه غريبه منك راح اضمك يعني واعرفك الى ناس طبعا بعد التحقيق واتصلون بيك. اتابعك يعني؟ اخ كريم الاخ عباس قصده عرف الرب اختياري. انا عرفت اختي الحمام. كلمني خاص، تواصل معي على الخاص. تمام تواصل معي. انا تابعتك عباس علشان اشوف رسالتك. ربي يباركك حبيب ولا يهمك، وراح اتواصل معك وشوف اذا في تلمذه يعني كنيسه غريبه منك اوكي، واذا في اونلاين شو رايك بيها اونلاين؟ يعني اونلاين لان انا بعد صغير ما اقدر اطلع يعني من المكان. اوكي هو هيك احسن لك واحسن لنا احنا، لان الكنائس ايضا في خطوره عليهم. اوكي فالاونلاين ماكو اي مشكله، راح اعرفك على اخوه ويضيفونك بجروب ويتواصلون معك، وفي دروس يوميه تقدر تحضر كل يوم، تقدر تحضر كل اسبوع، كيفك انت تختار الوقت يعني، ماكو ضغط يعني. بس المهم لك تقرا وتجاوب، تقرا وتجاوب لما حتخلص، وبعدين باسم الرب يسوع المسيح رتب لك المعموديه. تمام اشكرك حبيبي، رب يباركك. بارك حياتك واهلا وسهلا بك، نورتنا. اهلا وسهلا. طيب نرجع للحوار، انا ما ارد اعلق على اخ الكردي، هو الاخ يعني اجابه واضحه كانت، بس هو خلاص هو ما يريد يعني، هو ما بيريد يعرف، وفكر الإلحاد هو الحل، ومشكلته مع المسلمين المسيحية ما بها أي مشكلة ولم تسبب أي خطر على حياته، وعايش له بدولة ولو لا نقول دولة مسيحية بس أغلبها مسيحيين، وعايش معهم خير وصحة وسلام، ما قالوا له أنت مسيحي ولا مسلم ولا لهم دعوة به، بس كل هذا ما مشى معه، وحتى التوضيح والشرح أيضا ما مشى معه، فهو ما بيريد يعرف. هذا طبعا هذه حريته وهو حر. للأسف الشديد هلك شعبي من عدم المعرفة، في ناس ما تتعرف. نرجع لبني غريضة وحكايتنا في بني غريضة. محمد انتقل إلى من مكة من المدينة، من الأخوة اللي ما كانوا معنا موجودين، أنا أتكلم على ولادة محمد، وكان موجود في مكة وتزوج خديجة، وبعدها انتقل، ماتت خديجة ومات ورقة بن نوفل، وترجموا الإنجيل من اللغة الأصلية للعربي، وكان شيخا كبيرا هو ورقة بن نوفل، وكان ما شاء الله أن يكتب من الإنجيل بالعربية، وهذا حديث صحيح وردت في الكتب الإسلامية، يعني ترجموا للكتب، ومع أقل من 70 شخص اللي معانا على البث أكثر من دعوة محمد، وكانت دعوة محمد طولت 13 سنة. بعدها انتقل للمدينة، وبالمدينة تعرف على ناس اسمهم سراغ الحجيج، يعني قطاع الطرق، وكانت طوائف موجودة، بني غريضة، بني غينغاع، بني النظير، بني المصطلق، بني زهرة. سأل مين دول؟ قالوا دول قبائل. قال لي يعني دول شو شغلهم؟ قالوا له زي رسول يعني مرة رسول الله، يا محمد ما كان محمد إنه معرف نفسه الرفزوث. هذه وين؟ بالمدينة، من بعد 13 سنة من ادعاء النبوة، لا صوم لا صلاة، لا اسم محمد موجود بالقرآن، الآيات المكية لا تذكر اسم محمد، لا تذكر اسم نبي، بس مش معروف مين النبي، غال النبي، مين النبي؟ مش عارفين النبي مين، هو يقصد موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا يقصد نفسه، بس اسم ماكو، محمد ماكو. فما كان يعني مدعي النبوه رسميا، وهذه يسمونها الدعوه الجهريه، لا الدعوه السريه. شو الدعوه السريه؟ قال لك الرسول كان يدعو الى الله سرا، فيما بعد صارت الدعوه الجهريه، قام يدعي بالشرع، لا مو جهريه ولا سريه، كان ضعيف صار قوي الرجال. فاجاهم دول قال لهم انتم ليش ما نعيش احنا مع بعض؟ قالوا له شلون؟ قال انت تسرق مني، انت تسرق من جارك، وجارك يسرق منك، وجارك ينط على زوجتك، انا اسف، وزوجتك مش عارف تروح فلان وفلان بفلان، انتم خربطه وهلق وش لكم بيها؟ ليش ما نصير مع بعض، نتحد كلنا مع بعض ونعيش مع بعض؟ قالوا له اوكي يصير. قال لهم بس على فكره انا نبي. انت نبي؟ قال لهم انا محمد.
محمد مين؟ قال لهم كنت عايش هناك وما بعرف ايش، ونزلت عليه ايات ووصل. الجماعه ما ردوا له بال، هو كان كل الحكايه الدرهم والدينار. محمد جاب فلوس كثير معه لان خويلد مات تاجر، وخديجه ماتت، ومحمد ورثهم بالكامل. لا يوجد اي كتاب بالسيره يقول لخديجه عندها غريب ولا ابن عام ولا ابن خال ولا خويلد ولا احد. كلهم هذول نفرين وتجار وعندهم محمد، هم ماتوا محمد جاب الفيزات واجا. فالفلوس تعمل شغلها، كان يدفع الرسول يدفع وجمع عليه ناس وصارت حكايه وروايه. قال لهم اعطوني ورقه وقلم كتب. ها قال هاي الغبيله يقول لهم احنا ما ندعو بكم، وهاي الغبيله يقول لهم ما ندعو بكم، وهاي الغبيله يقول لهم ما ندعو بكم. ودوا رسائل، ودوا رسائل. غرت الناس، مين هذا؟ قال هذا محمد. محمد مين؟ قال والله في نبي عربي هنا طالع جديد، ودى رساله بيدنا وناس تشتغل بالفلوس، يعني اللي عنده فلوس اليوم يقدر يعمل كل شيء. محمد ذاك الوقت كان غني، عمل اشياء بالمشي، يعني ناس تسافر وتودي رسائل وفلان يدفع. ودى رسائل لهم، قال لهم ما ندعو بكم. قال لهم ما ندعو بكم، ما نعرفه ولا ندق بابه. قال لهم في نبي، لا دعاهم للاسلام، لا قال لهم تعصروا مسلمين، لا قال لهم ان النبي جاي يخبركم باسرار الكون، لا تكلم على اي شيء. قال لهم انتم لا تخافون من عندنا، احنا راح نتعد ونصير فلان، انتم ما بيمسكم شر. قالوا هذا اللي يسمونه اتفاقيه بين اليهود وبين العرب، هم لم يبعثوا رساله، وهم لم يتفقون، وهم لم يعرفوا محمد اصلا، هو اللي بعث رساله. مثل الان تكتب لك ورقه بيت جارك وتقول لجارك امن انا انسان طيب ومحترم، تحطها ببابه. يقرا يقول جاري انسان طيب ومحترم، شكرا، حطها بباب وخلاص. لا اتفاقيه ولا حاجه، انت حطيت رساله رجال غرها قال شكرا بس. محمد هيك بعث رسائل، هاي رسائل استغوى وصاروا جيش وفلان، وبدأوا وقال لهم الآن بعد إحنا ليش الفلوس تخلص، يعني إيش قال ما عندنا فلوس راح تخلص الفلوس، إحنا لازم نشتغل. شو نشتغل يا رسول الله؟ قال لهم نغزو القبائل، دول كفار. وبدأ يجيب آيات وبدأ يجيب قصص وبدأ يجيب روايات، وقال لي جبريل وقال لي فلان وقال لي فلان، لازم نروح نغزو القبائل. واليوم الغزو راح نتكلم عليها هي بني غريضة. بني غريضة يبعدون عن المدينة تقريبا 6 إلى 7 ساعات مشي على رجلين يعني. بس مدينتهم تبين يعني، اللي صار فوق جبل، طبعا ماكو جبل هي صحراء، بس اللي صار فوق علو شيء تل يشوفهم يعني. شجرهم ونخيل عندهم، عندهم نخيل كثير، عندهم نخيل. والنخيل خذته بنت محمد على فكرة، محمد لما سلم منهم طالبته اسمها أرض فدك، هذه لليهود، أرض اليهود، عندهم نخيل وزراعة فلا. باللي الناس نايمين وفي نهر مال مية يمشي على البساتين ويطب على المدينة. محمد بعت ناس وجواسيس ولفوا منين يشربون مية، قالوا من هالنهر، ما عندهم غيره، هو هذا المورد الوحيد، النهر اللي داخل المدينة. يجا قطع النهر، قطع المية عليهم أول، وبعدين حوط المنطقة، حوطها ب 12,000 صحابي، 12,000 صحابي. صار الصبح، الناس فتحوا عيونهم، لقوا المنطقة مطوعة. شو السالفة؟ مية ماكو مقطوعة عندنا، الدنيا مقطعة، النهر يابس. قالوا والله هذا الرسول النبي عربي، شو يريد؟ قال يقول كلكم تصيرون مسلمين، كلكم تصيرون معي على ديني. بس قال لا مو بس، تركون بيوتكم وتركون مواشيكم، الأغنام يعني والحيوانات فلان، تركون مواشيكم وتركون أراضيكم حقولكم وتلتحقون بدار المسلمين، تهاجرون معه، تروحون مشاي زلموا نسوان كأسرة، وهناك تبنون لكم بيوت عدة وتعيشون عندهم هناك. قالوا ممتلكاتنا، قالوا صارت أرض المسلمين، ها صارت أرض المسلمين. مين هم دول المسلمين؟ قالوا هذا اللي يناقش بني غريضة، يدخل عليهم شخص ويقول لهم الجيش وداني هيك، وقائد الجيش محمد. كانوا الصحابة كانوا موجودين. قالوا له ابوي يعني سالفة مو خوش سالفة يعني. طول الحوار معهم 15 يوم. 15 يوم. محمد عرف انها راح يعني تدخل بطريقة قتالية، ما راح يقبلون ابدا. شو الحال شو الفلان؟ جاب سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو يهودي من عندهم، وهذا اليهودي كان عنده مع بني غريضة بالذات مشكلة، هو نفسه كان عنده مشكلة معهم بالسابقة،
وتحارب معهم وطعنوه بحرب هنا وعيبوه، طعنوه بحرب هنا ويوجع يعني بطنه توجعه، أو مثلا نقول طعنوه طعنة قوية هنا، فهاي الطعنة مأثرة عليه، وهم اللي طعنوا كبار بني غريضة، ما هم غبيلة، عندهم جيش وعندهم ناس بس مو حربين يعني، يعني غبيلة عندهم رجالهم يسمون رجال غبيلة يعني. طعنوا هنا وخربان الدنيا عليه، فهو هربان منهم. التحق بمحمد، هو هذا كان الجاسوس، فين يسكنون فين ينامون من يشربون، هذا كان عايش عندهم يعرفهم يعني. المنطقة الفلانية مين، ايش عندهم من نخل، ايش عندهم من أموال، ايش عندهم ما عندهم، هاي القصص كل هذا عرفها الرجل. فمحمد حاصرهم 15 يوم، من بعد 15 يوم مية مقطوعة 15 يوم يسقون ولا يستسقون. شو معنى يسقون؟ يعني يطلبون مية، يجوا للجيش اللي محاصر يقول لنا مية، ما أعطيكم مية، سووا مسلمين ولا ما أعطيكم مية. قالوا خلاص احنا بعد نسلم، نسلم عليه خلاص. قالوا نحن مسلمين. شو معنى مسلمين؟ يعني مستسلمين، مش صاروا مسلمين، لا استسلمنا للحرب، ما نحارب خلاص، حطوا السلاح. صف رجالهم الكبار محمد وجماعته منا، وبدهم السيوف جاهزين، وناس يعني تشرب الدم، قطعين طرق سراغ الحجيج، وذول الناس آمنين. تفضل شو ذي من عندنا؟ جاب عمر، قال له يا عمر ماذا نعمل بهم؟ الرسول مش عارف، يا عمر ماذا نعمل بهم؟ قال له يا رسول الله قال لهم صيروا مسلمين نتركهم. قال له انت خبيث امشي عني، صير مسلمين، احنا الافليسات صير مسلمين شلون؟ جيبوا علي. جاب علي، يا علي ماذا نعمل بهم؟ قال له ناخذهم اسرى عندنا رجالهم، وبعد فتره نشوف بالحوارات بيناتنا وهاي ونتركهم. محمد رد علي قال الاسرى يريدون اكل وماء وشرب، انا راح امتحن بهم، انه انا امتحن نسواني، امتحن بالاسرى، هو ما كان متزوج ذاك الوقت اربعه يعني. طيب ماذا نعمل؟ قال خلاص ده ما تفيد يا علي، جيبوا لي سعد بن معاذ اليهودي اللي كان جاسوس، هذا اللي طاعنينا وعنده مشاكل معهم هو بني غريضة، خلوه هو اللي يحكم عليهم. يلا يا سعد ماذا تعمل؟ قال تغتل الرجال وتسبى النساء، نقتل رجالهم ونسبي نساءهم وذراريهم. كيف؟ قال نحفر خنادق هنا، نحفر حفرة ونحطهم بالحفرة كلهم نذبحهم. محمد قال له الله أكبر يا سعد، حكمت فيهم حكم الله من فوق سابع سماوات، هذا الحكم المراد، ننفذ الحكم عليهم. قام يربطون عشرة عشرة، والعشرة اللي يأخذونهم ما بيدرون بالعشرة، بالباغين ما بيدرون وين راحوا دول، جيبوا عشرة منهم وين رايحين؟ قالوا الرسول يرجعوا، يأخذون بحفرة هناك يذبحونهم كلهم، جيبوا عشرة دول. وقتل محمد 900 شخص، موجودة في تاريخ الطبري والغرطبي، في باب كامل في البخاري اسمه باب غزوة بني غريضة، على البخاري باب البخاري باب غزوة بني غريضة، كل الكلام موجود هنا. ويدل على ذلك آيتين، ثلاث آيات قرآنيات، والذين ظاهروا من أهل الكتاب تقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعونها من قبل. النساء العجائز قتلوهم، كبار السن قتلوهم، الشباب فوق الأربعتاعش سنة يقتل، تحت الأربعتاعش سنة يستعبد عند المسلمين، والبنات الحلوات كيل اللموها، صحابة ناس جلف ناشفين عايشوا بصحراء يأكلون تراب. وهذا مش كلامي أنا، كلام عائشة. ولما غزينا بني غريضة بدأنا ناكل اللحم، وقبلها كنا ناكل التمر والنوى، التمر والنوى هو الفصمة، الفصمة بالتمر يعني البزرة يسمونها، كنا نمص البزرة مص، ما كان عندهم شيء يعني. محمد عنده فلوس أوكي، بس ما عندهم موارد، الفلوس ما ياكل فلوس يعني، هو بس الموارد، موارد صعبة، واحد يتاجر ويجيب منها. بني غريضة عندهم حقول وفلان، لكن ما هاي غزيناهم ولا ناكل اللحم، خذوا أغنامهم ذبحوها، وخذوا البغر ذبحوه قاموا يأكلون، والبساتين خذاها، أعطى أرضهم إلى بنت فاطمة، بعدين عمر خذاها منها، عمر بعدين ما مات محمد وقتلوا فاطمة، علي قتل فاطمة وصارت حروب، خذوها من واحد حرامي، واحد يسرق من ثاني، سرقوا الأرض وطردوا البدينة، ما لك شيء أنت، هذه مش حقك، حق النبي، النبي ما أدري أكل، بس النبي ما يورث، في حديث يقول النبي لا يورث، هم كتبوا الحديث من بعد من وفاة محمد،
قالوا نحن ما كنت موجود، احنا سمعنا الرسول قال وكتبنا، الرسول قال كذا، فين هو؟ روح سيدي ميت وش نسأل منه؟ مش موجود. كذبوا عليه، خذوا الارض، يعني الارض مش لهم، الارض اساسا لبني غريبه، سموه ارض فدك، بستان كامل فدك. خذ الاغنام الرسول وخذ مواشيهم وخذ كل اللي عندهم، جابوا النسوان يوزعونهم. قبل التوزيع هو جاب شخص اسمه بالعاص، وعنده جاسوس، سأل الجاسوس أهلا يا بيبا كيف حالك، سألوا الجاسوس قالوا له من الفلوس وين؟ قال لهم ما عندهم خزانة فلوس وذهب وهاي يجمعون، يعني وين يجمعونها؟ قال والله واحد اسمه أبو العاص. أبو العاص مين؟ قال هو هذا زوج صفية، زوج صفية بنت حيي بنت الأخطب، وحيي هو رئيس القبيلة، يعني نسيبهم. شو عنده هذا؟ قال هو الكنز عنده. راح الرسول قال لهم قتلت الرجال جيبوا لي هذا، جابوا له. قال وين الكنز؟ قال له ما بعرف. قال لهم ضربوه، ضربوه الصحابة. قال وين الكنز؟ قال له ما بعرف. قال لهم ضربوه، وصلوا للموت يعني. قال لهم الكنز في المكان، روحوا خذوه. قبل لا ياخذون الكنز راحوا شافوا الكنز حفرة ووجدوا صندوق، قالوا يا رسول الله وجدناه. قالوا اقتلوه، ذبحوه كمان، حطوه مع جماعته. واحدة من النسوان اخذوها سبايا مرته اسمها صفية بنت حيي، وطاحت في سهم دحي الكلبي، تم تقسيم الغنائم، وطاح زوج صفية كنانة بن الربيع، اسمه كنانة وسام، كنانة بن الربيع، برافو عليك، كنانة بن الربيع اخذوا زوجته، وزوجته راحت صارت ملك يمين لأحد الصحابة. وبعدين الصحابة الآخرين شافوها حلوة، اجوا للرسول قال يا رسول الله، قال نعم، قال انت من طلحي الكلبي جارية جميلة جدا، واحنا ما نسواننا مش جميلات، فانت حل المشكله، لو تجيبها تعطينا اياها احنا، لو تعطينا جميلات. تخيل هذا الحديث وهذا المنظر، الرسول كان يوزع نسوان، يعني بشو تسمونه بالفقه يعني، او بلغتكم العربيه يعني، او بالعراقي يعني، كلمه غبيحه. الرجل يعطي نسوان شو بيسمونه؟ يعطيك نسوان تمارس معهم الجنس، شو اسمه؟ الرسول هيك كان يوزع. فأجوا له قالوا له يا رسول الله أنت هاي زوجة كنانة بن الربيع حلوة جدا. قال لهم هاي ما تحق إلا رسول الله، جيبوها لي أنا أريدها، أنا أريدها، جيبوها لي. راح الدحية وقال له اعطيني إياها، قال شلون اعطيها؟ بس امبارح كانت عندي، ما ضلت عندي يومين ثلاثة تاخذها بسرعة. قال له أعطيك من سبعة، خذ لك سبع نسايا من السبي واعطينيها. كان يبدل الرسول، كان يبيع ويشتري نسوان. أعطى زوج، أعطى صفية، أعطى المالكة سبع نسوان، سبع نسوان أعطى. وبعدين هو خذها الرسول، أيوة يا ترامب، هو هذا هو، خذها الرسول. إله، أول ما دخل عليها بالخيمة، بنامنا خيمة بالطريق، بعد ما وصلين قالت له أنت أبغض خلق الله لي، قاتل أبوي وأخوي وزوجي وزوج أختي وعشيرتي وقبيلتي وأطفالنا خليتهم سبايا، واليوم أنا أكون عروسة عندك، أنت أبغض خلق الله لي. فرفضت أن الرسول يمارس معها الجنس، يقول لك زوجها، لا ما في زواج بالموضوع. فاختصبها عليه الصلاة والسلام الرسول، امرأة قاتل أهلها واغتصبها، وهي صارت بعدين أم المؤمنين، وهي أحدى نسوان الرسول المسبيات، صفية وريحانة وجويرية، دول ثلاثة من السبي، ثلاثة من نسوان الرسول من سبايا الحرب، واحدة منهم هي صفية بنت حيي بن الأخطب. حرق النخيل اللي غير بستان فدك، في نخيل من ناقلها ما نحتاج أحرقه، دمر الأرض كلها، سواها البيوت، هدموها، الرجال قتلوها، كلها مدينة كلها انبادت، مدينة تانية سمعت وبدأت تحس بالخطر، وكمان أبادهم والثالثة أبادهم. وهذا الشخص
المفروض يعني يروح يقول لهم أنا نبي يقعد عندهم يدخل عندهم أنا نبي والله بعثني برسالة سماوية وجاي أشرح لكم وجاي أوضح لكم. كل هذا لم يكن موجود وكل هذا لم يكن موجود يعني لم يطرح لهم لم يعطيهم أي خيارات. الخيار الوحيد هو أنكم تعطوني أموالكم ونسوانكم وتقتل الرجال، وهذا حكم سعد بن معاذ اللي حكم بهم ومحمد قال له حكم بهم فوق سبع سماوات. بالفعل جريمة كبيرة جدا. ليش؟ الناس ما بتعرف محمد مين ولا داعيهم للإسلام، وحتى لو كان داعيهم للإسلام ما يعجبنا دينك، قرينا أو عرفنا أو سمعنا عنك وشكرا، لا مش مريض. البضاعة اللي عرضت علينا لا مشكور مرجوعة. لم يكن هذا، كل هذا الموضوع لم يكن موجود. رسول دخل بهم بالسيف وبالقتل وبالدمار وهكذا. يعني فيما بعد المسلمين ألفوا قصص، لك الرسول جاء رحمة للعالمين، جاء يتمم مكارم الأخلاق. في هذا الغزو اعتداء، الرسول معتدي، شوي بعد الرسول غاتر قتلهم، شوي بعد الرسول مقتصب اغتصب امرأة، شوي بعد هي رفضت ينام معها، الرسول زاني زنى بها، شوي بعد قال لك هو جاي يتمم مكارم الأخلاق. على أي منطق تتكلمون يا حبيبنا المسلمين؟ لو تتكلمون على شخص غير محمد ما بنعرفه أوكي ممكن، بس هو محمد هو اللي موجود بالقرآن والسيرة، هذا هو جاي يتمم مكارم الأخلاق، هو هذا ما في غيره. قتل واغتصب وزنى ودمر الدنيا ودمر العالم كله، وجرائم محمد لحد اليوم هي عار في جبين الإنسانية. ما كانت هناك سياسات ودول مثل الآن في دولة تدخل وتحاسبه، كانت الدنيا سايبة وجزيرة وخيم وناس عندها بعارين، وتاريخ ما كان يكتب أصلا. هي كلها فيما بعد كتبوها جماعة، يعني عرخوه كتبوها بالتأكيد، بس فيما بعد لم يكن يعني ما كانت الناس المجاورة تعرف. مثل المصريين ما كانوا يعرفون، المصري عندما عرفوا محمد كان ميت وخلصان لما وصلت الأخبار شو اللي حصل معهم. لما الأشوريين بالعراق عرفوا بالغصة كانوا ممكن يتدخلون، محمد ميت ومنتهي الموضوع. فما كانت من اليوم إنترنت والسرعة وسرعة المعلومة، تأخذ أشهر وسنين وممكن عشرات السنين لما توصل معلومة، لأن هو سيرته تتكلم من هو محمد بعد وفاته 160 سنة، بعد وفاته 160 سنة ابن إسحاق. كل هذا كتب فيما بعد، بس الحكايات هي موثقة بكتب الإسلامية والمسلمين غابلينها، وفي آيات قرآنية لهذا. فهذه هي غزوة بني قريظة. طبعا فيها تفاصيل أخرى وتفاصيل الرجال وتفاصيل اغتصاب وتفاصيل السلاح، بس الحلقة راح تطول بهذا الموضوع، فخلوني يعني الموضوع حد هنا هو هذا، هيك دخول محمد على بني قريظة. عندك أيضا غزوات أخرى مثل بني غينغاع، بني النضير، بني المصطلق، وبأيوب الأنصاري حرس خيمته. هو بالرواية الشيعية أبو أيوب الأنصاري كان يحرس الخيمة اللي محمد اغتصب بها صفية، وفي الرواية السنية كانت على الدحية الكلبي، كانت على الدحية الكلبي، والرسول خذها من دحية الكلبي بدون حرسها. فهم اختلفوا على الأشخاص بس، أسماء بس، بس الحكاية نفس الحكاية. أيوة الحكاية هي نفس الحكاية. يلا حبايب كبسوا لي على الشاشة وشاركوا معنا، اخواني شاركوا معنا، ارفعوا ايديكم وشاركوا معنا اذا تحبون تشاركون معنا، وشاركوا لي البث مع الاخرين وكبسوا لي على الشاشة. كفوا للتكبيسات، وصلنا تقريبا 40,000 وصار لنا ساعة معكم. يلا حبايب الحوار مفتوح، اذا تحبون تشاركون معنا الاخوة والاخوات الموجودين معنا اطلبوا مايك وشاركوا معنا. خلنا نتكلم معكم في هذا الموضوع. حبيبي صلاح كيف حالك؟ صلاح موجود معنا، كيفك يا صلاح؟ شارك معنا يا صلاح، شارك معنا. يلا حبايبي انا منتظر مشاركاتكم، انا ما اخذت بالاول، كنت كان في شخص تقريبا رافع ايده ما اخذت مشاركات، كنت منتظر لما خلص العنوان والحلقه علشان يعني نتشارك بها مع بعض. اجانا كينج، اهلا يا كينج كيف حالك؟ اهلا 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 نورت حبيبي الكريم، سلام ونعمة، شلونك أخويا؟ بس مداخلة صغيرة، قلت أفوت على السريع أسلم عليك. عندي
عندي سؤال، اذا هم الدين الصحيح والكتاب الصحيح، ليش اكو روايات صحيحه وروايات غير صحيحه، روايات تختلف عن السنه والشيعة، شنو السبب يعني؟ حلو السؤال. يعني اذا كان دينهم صحيح، ليش بالروايه الشيعيه تختلف عن السنيه واكو روايات صحيحه وغير صحيحه؟ يعني شيء مو منطقي. يعني الدين الصحيح لازم ننزل كلها روايات صحيحه، ماكو روايه ضعيفه وروايه صحيحه وروايه ما اعرف شنو. يعني هذا الدين برايي انا دين ما يسموه احنا بالعراقي شلح وعبر ولا مسوق الجمعه، هو هذا هي شيء. يعني يا هو الشيء جيب يلزق بهذا الكتب، يلزق منها، يلزق يا هاي شغله عجبتها لزقها. يعني امبارح كنت بدي اقرا اني شعراء جاهليه، تقريبا ربع القران جابه من الشعر، من الشعر الجاهلي، ربع القران صحيح، والربع الاخر من الفرس، والربع الاخر من عزوجات. يعني انا يعني هسه ذاك امبارح اقرا فد حديث عن عائشه، يقول لك اذا الناس زنت وشربت خمر الله في سماءه يغار. يلا بشرفك، يعني هي هاي حكايه تقولها ام المؤمنين، الله يغار اذا الناس زنوا وشربوا الخمر في الارض الله يغار في سمائه. يعني هذا حديث عن عائشه بن نيسابوري. ها يعني شنو الله يغار من الناس تسكر وتسوي زنا؟ يعني شنو هذا الحديث القوي؟ يعني الناس ما تقرا، ما تفكر، ما تشوف. خليني بس اجاوبك، عندك صدى يا ريت دقيقه ساكت نص. مساء الخير حبيبي اخوي منوعات، كيف حالك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك، الله يرضى عليكم. اخوي كريم، هسه اذا نشوف اخوي منوعات تجاوب كينغ وتواصل معه. نعم. هو شوف، انا ببساطه وبعجاله سريعه، شخصيه محمد سيئه جدا. المسلمين ما عندهم حديث ضعيف وما عندهم حديث صحيح. السنه والشيعه طبعا هذا بعدين اقول لك، بس انا بتكلم على الفقه الواحد. هو السنه عندهم صحيح وضعيف، والشيعه عندهم صحيح وضعيف. فخليني اتكلم على الشيعه او السنه، الصحيح والضعيف في مذهب واحد. صحيح والضعيف لم يكن على عند المسلمين شيء اسمه صحيح وشيء اسمه ضعيف. لم يقول الرسول ولا مره بحياته ان هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. جاءوا المحققين فيما بعد. المحققين لم يوجد منهم لا صحابي ولا تابعي، يعني لا شخص شاف محمد ولا شخص شاف الصحابه اللي هو تابعي. دول هي كلهم جدد حديث، مثل ابن القيم 100 سنه. ابن تيميه حتى صور ملونه عنده قبل 150 سنه الرجال مات. شو ذاك الالباني حد الان اولاده موجودين عايشين، اولاده يعني قبل كم سنه مات. كلهم محققين جدا سووا. شو القصه بالتحقيق؟ شخصيه محمد سيئه جدا جدا جدا. قال لك ناخذ الضروريات فقط، الامور الضروريه اللي لها اثر بالقران ومتصله بالقران، وهاي سموها صحيح. الباغي معنى له حديث ضعيف. شو الضعيف؟ هو مش كذب، هو ضعيف. ضعيف يعني ما راح يفيد الأمة الإسلامية بشيء. بس هل هو صحيح هذا موجود أم لا؟ في عند أحد العلماء السعودية بيقول الضعف، كان يطلع عند ندوة، بيقول الضعف هو أحد درجات الصحة. عندنا حديث صحيح، عندنا حديث حسن، عندنا حديث ضعيف. فالضعيف مش معناته منكر، هو أحد درجات الصحة. بس ضعيف يقول ضعف يعني بالمتن أو ضعف بالنص، يعني أو الراوي لم يكن واحد، ما عندنا راويا مع بعض، واحد راوي كلام. طيب الصلاة راوي واحد، إيش معنى المسلمين يصلون الصبح ركعتين؟ حديث أحد وبراوي واحد. ممكن تكون أربع ركعات، ليش ركعتين؟ ممكن تكون خمسة، تو أنت تدري في واحد قال ركعتين. بس الحديث اللي عائشة نامت مع صفوان له اثنين رواة ما قبله، وهذا له راوي واحد قبله. ليش؟ لأن هذا يطعم بالشرف، وهذا هي صلاة تصلي لربك. فالأمور اللي بسيطة قالوا عنها صحيحة، والأمور اللي بها إساءة لمحمد قالوا عليها ضعيفة. لماذا؟ لأن شخصية محمد شخصية سيئة جدا، شخصية سيئة جدا جدا جدا.
والناس اللي كتبوا، أنا بشوف من وجهة نظري كل ما كتبوا على محمد هو حقيقي، كل ما كتبوا. مش ممكن ناس يمدحون رئيس قبيلتهم يعني بطريقة سيئة، بس بالفعل عندما كتبوا أمور سيئة هو كانت بالأمور السيئة، كانت بنغلوا تاريخ. فالعلماء اللي جاءوا محرجين فيما بعد قال لك هذه ضعيف وصحيح، هاي النقطة في هذا في مذهب واحد. الاختلاف بين السنة والشيعة على هدف اللي سجله مروان صفوان في مرمى عائشة، صفوان من المعطل ضع مع عائشة يوم من الأيام ونزلت آيات قرآنية تأيد هذا الموضوع في سورة النور، وجاءوا الصحابة اتهموا وقالوا يا رسول الله زوجتك، واحد من الحديث ضعيف راح أقول لك إياه علشان تأكد من الموضوع يعني، وله أصلها الحديث بس المسلمين ضعفوا وقال لك هذا يطعم بالشرف شو نسوي ما نريد. فاتهموها بالزنا وجابوا ثلاثة شهود وأمرأة، ثلاثة شهود رجال وأمرأة للرسول، وقالوا للرسول يا رسول الله شفنا زوجتك مع فلان، والرسول كان يدور عنها قبل الليل يعني، كان الرسول عارف يعني ما هي موجودة، وين وجدتوها؟ قالوا وجدناها مع فلان. صفوان من صفوان اللي قال رسول الله لو متى تنكحها، يعني هو عنده حوار قبل هاي القصة، كان عنده علاقة مع عائشة والرسول يعرف القصة، والرسول نهاها لا تدخل بيتي، يعني معروف. إيش معنى ضاعت مع صفوان ما ضاعت مع واحد ثاني؟ إيش معنى بين 12 ألف صحابي راحت مع واحد بس؟ إيش معنى مش اثنين ثلاث صحابة؟ فالقصة كان مدبر لها هي، ضاعت وضاعت بالهاي بالغزوة قام يشون وهم راحوا مشوا وهي ظلت تخلفت بالصحاري وراحت مع صفوان. الشيعة بيقولون لا، حديث صحيح عندنا أنها زنت مع صفوان، والشيعة يشكرهون لعائشة. السنة قالوا لا ما زنت مع صفوان، يعني مثل الحكم مع كرة القدم، في حكم يقول هدف في حكم يقول تسلل، الاثنين متفقين أن كرة القدم موجودة والحارس موجود، اثنين متفقين كل التفاصيل موجودة، بس هل كان هدف ولا تسلل؟ الشيعة بيقول هدف 100% هدف، وعندنا كلام علي، وعلي قال والله لن تسلم منه في تلك الليلة، صفوان عرفه ويعرفني وكان معها لم تسلم منه، هذا علي اللي قال. وثلاث شهود كمان، الشهود اللي أبوهم الرسول قال لهم كم واحد عندنا الثلاثة رجال وامرأة، بدأ يعرف تفاصيل قال ما موجود، أريد أربع رجال يعني جبت ثلاثة نص، المرأة نص شهادة ما نقبل يعني، ما أكو كاميرات ما في كاميرات فيبو شهود ما قبل الرسول. الرسول قال ما أربع شهود، لو جاب لي أربعة قال ما أريد خمسة، لو جاب لي خمسة قال ما أريد ستة. بعدين محمد طردها لبيت أبوها قال أنا زعلان عليك شو بيت أبوك، مدة شهر كامل، بهذا الشهر الحوارات والصراعات كانت طحن، ماتوا أكثر من 300 مسلم بالسيف، ماتوا دم، واحد يقول هدف شو يقول هدف تطعن أم المؤمنين، قال شفتها؟ قال لا ما أنت ما، اللي يقول مو هدف يبرها بالكذب. صارت غتال، يسألون الرسول يا رسول الله المسلمين يتقاتلون بيناتهم باب الخير وانت قاعد، قال من الوحي مقطوع، جبريل ما يتكلم معي زعلان. طيب جبريل شو يزعل بس بهيك شغلات؟ ما هي شغلة حساسة، وهي عدت أبوها لمدة شهر كامل، من بعد الشهر الرسول رجعها. إيش كان ينتظر الرسول؟ كان ينتظر أنها ما تكون حامل من صفوان، وهذه تأكد من خلال الدورة الشهرية والقصص مع النسائية، الأمور النسائية معروفة، وبيت محمد بجنب بيت أبو بكر مش بعيد يعني، وفي نساء تروح وترد وفي حكايات وعارفين الحكاية. الآن في حديث ضعيف بيقول لك إن عائشة ضعيف، المسلمين ضعفوا علشان تعرف، والحديث مرتبط بالحادثة نفسها، يقول لك إن عائشة لما كانت عند بيت أبو بكر أجهضت، يعني طيحت الولد، كان في ولد ببطنها طيحت الولد، فالولد منين؟ من صفوان. القصة هي مرتبطة معها وحكايات ورواية، قال لك لا هذا ضعيف بس الثاني اللي بصفه مش ضعيف، ونفس الراوي نفس الكتاب نفس الصفحة الحديثين، نفس الراوي ونفس الكتاب ونفس الصفحة حديثين، الأول صحيح والثاني ضعيف، فهم اللي يعجبهم يأخذون وما يعجبهم ما يأخذون. هذه هي مداخلتي، إذا عندك شيء آخر أخوي كينج تفضل حبيبي. أستاذ كينج تسمعني؟ طيب هو ممكن... لا سمعك أخوي، شكرا على إجابتك حبيبي. أهلا وسهلا بك، يلا حبايب شاركونا يا أخوي كينج، شكرا مشاركتك معنا عزيزي. الله يخليك. إذا تحب تبغى معنا براحتك، إذا تحب تنزل براحتك. بس أنزل فد نص ساعة لخص عاد وياكم. براحتك حبيبي.
يلا حبايبي كبسوا على الشاشه رجاء وشاركونا البث مع الاخرين خلي يوصل لاكبر عدد ممكن. اذا عندكم اي سؤال او استفسار على غزوه بني غريضه او على التاريخ الاسلامي او اسئله بالمسيحيه كمان معكم مشكله. اهلا وسهلا بكم. طيب تفضل اخوي منوعات. زي تفضلك اخوي كريم. كريم الاحاديث مال غزوه بني قريظه كلها صحيحه وبشهاده كل العلماء والكتب، بس اذا نشوف الاحاديث الانسانيه مع اليهود مثلا قصه اليهود اللي كان يشمر تكرم الزباله باب النبي وتمرض ضعيف وعلى اساس النبي افتقده وراح زاره طلعت كلها كذب وماكو هذا الشيء اصلا موجود ماكو هيك حديث اصلا يعني. لانه شيء بانسانيه على اساس انه النبي افتقده بالرغم من انه هو كان يذب الزبل بباب بيته راح البيت زاره ولانه ما ادري شو بعد بالرغم من انه هو كان يؤذي النبي طلع ضعيف وما موجود واصلا يعني كذبه هم طلعوها. مو بس هذا هواي احاديث انسانيه وتخدم البشريه وزينه ضعيفة، بس الأحاديث اللي بيها قتل ومرعبة ومخيفة صحيحة ومسندة وبشهادة كل العلماء. هاي يعني بس هاي حبيت كبس حبايب كبس بالفعل، لأن شخصية محمد سيئة بالفعل، هذا اللي أنا ممكن أقوله. محمد شخصيته سيئة، ما عنده أي أمر إنساني، كل إنسانية هي ضعيفة وضعفوها العلماء على مباني يعني بحثية واسمهم رجال الحديث، حطوا قصص وروايات، حتى حطوا الحديث تفسير كمان، يعني مش 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 كافي القرآن له كتاب تفسيري فسره، لأن نقول هو كلام الله مش مفهوم من بشر، البشر في يعني الله أعطاهم الهام يفهمونه يفهمونه يعني. لا مش بس هذا، الحديث اللي هو كلام محمد اللي محتاج تفسير، كان مو محمد عربي؟ محمد هو كلام محمد عربي يحكي عربي نفهم عليه، بعد محتاج مترجم ليش؟ يقول لك لا في تفسير الحديث، تفسير الحديث سبب نزول الحديث، حطوا له قواعد وقصص وروايات وحكايات وطويله عريضه يعني. هو عربي وانتم عرب يعني كل عرب. لو قال الرسول شو يقصد لازم شوف مقصد الرسول، واختلفوا على قصد الرسول، البعض منهم قال يقصد هكذا، البعض منهم قال ربما هكذا، مش عارفين الحديث صحيح ويفسرون به. الحديث الانسانيه بالفعل الامور الانسانيه مثلا الرسول وجد اثنين يهود يتخانقون واحد يضرب الثاني وكان بياناتهم وقال لهم أتاكم موسى بالبينات ومن بعده أتاكم عيسى ومن بعده أتيت أنا فأنتم إحنا يعني الأنبياء جايين نوضحكم الحق والصح والغلط وجنة ونار وتابوا وسمعوا كلام النبي وراحوا لبيوتهم وقالوا له شكرا جزيلا. حديث ضعيف ضعيف فيلم حلو راضى بين الناس لا يتخانقون. حديث ضعيف قتل يهودي حديث صحيح ذبح يهودي حديث صحيح. فهم اللي كتبوا التاريخ هم عندهم عداء مع اليهود والمسيحيين خصوصا اللي كتبوا التاريخ هي الخلافة الأموية كتبت هذا التاريخ والعباسية أيضا فيما بعد على زمن الملك عبد الملك بن مروان كتبوا الأحاديث كلها بإطار سياسي بإطار احتلال البلاد. مثلا في حديث محمد يتكلم على بلاد فارس وبلاد الروم بزمن محمد ما كانت موجودة ما كان يعرف أساميها شلون عرفها كان يتكلم لازم نحتل فلان بلد ونحتل فلان بلد ومعطي تفاصيل البلد بالحديث وشرح حديث. هذا الحديث كتبوه الامويين بعد وفاه محمد ب 300 سنه. اصلا ما كانت دوله هيك بهيك مكان يعني. طيب كريم هسه احنا نسمع كلام منا ومنا يطلعون بالسوشيال ميديا وبالتلفزيون يقولون انه راح ننقح راح ننقح وبدنا نشوف اي تنقيح. ما يصير. ما يصير هو وصلوا الى طريق مستحيل. وهذا اللي يسمونه تجديد الإسلام وتجديد الخطاب الديني هذا كله كلامات ما بيصير بس كلام ما يصير هو ما يصير. شوف أنت يعني لما تتنقح شيء أنت ما يصير تجيب شيء جديد أنت لازم تخلي كل الموجود بس تطلع السيء وتخلي الجيد تعدل إيه بس تعدل بس تضيف شيء جديد ممنوع انت مش نبي ما حد راح يغب لك لو في طائفه المسلمين غبلوك الثانيه ما تغب لك. فهاي المشكله المشكله هي التنقيح انهم ترجعهم على نفس الكتاب نفسه. زين زين هسه صفيه بتحوي اذا يريد يعدل ايش راح يعدل بقصتها مشاها على جثث قتلها ودخلها للخيمه ايها هاي شلون تعدل ما ذكرت الحديث اي صح ايش يعدلها لا هسه اقول لك هو يقول مثلا يرفعها هو لا مو الحكايه مو هيك الحكايه الدين يكون مخترق
يعني في ناس تسرق الدين بصالحها، انت المفروض اللي تجي لازم ترجعهم لنفس الدين. فالإسلام مش مخترق ولا حاجة، هو هذا هو، هو هيك طبيعته طبيعته. فهي حتى شوف الباحثين في التجديد الديني، أنا تابعت لهم عدة حلقات ومؤتمرات وقصص، وكانوا حتى باحثين ألمان معهم بالقصة، لأن الألمان مروا بنفس التجربة، الألمانيين مروا بنفس التجربة، كانوا يأخذون بس وصلوا إلى طريق مسدود. أيام العصور الوسطى. أيوة وصلوا إلى طريق مسدود لأن الألمان تجربتهم مختلفة جدا. شو هي؟ الكنيسة اخترقت ورجعناهم للكتاب، قلنا للناس يا جماعة الأمور اللي موجودة في تلك الوقت تلك الكنيسة غلط، أرجوكم اقروا الكتاب ورجعوا للكتاب. صح ولا غلط؟ صحيح. الناس غلط الكتاب ورجعت للكتاب وتم تصحيح الأمر وخلصت. المسلمين يقولون الآن الإسلام غلط، رجعوا الكتاب، أي كتاب؟ قرآن، كله قتل، كله قتل، كله قتل. خلاص يقولون القرآن غلط، رجع من الحديث، الحديث أنقص وأخس معه، وين ترجعه؟ فالإسلام مش مخترق، الإسلام يطبق على أرض الواقع. فهذا قاله الشيخ الأزهر أحمد الطيب بالتلفزيون، قال شو الناس كيف نفهم يعني؟ تنفحون ماذا؟ حطيكم إدارات وما بعرف إيش وأموال تصرفون، كله بكلام باطل. هذا هذا هو أصل الدين، وإحنا ماشيين على الدين الصحيح، ولا مساس ولا مساس بثوابت الإسلام، هذه ثوابت. هو أهل الراية السود ما قدر يكفرهم، ما يقدر، لا ما قدر يكفرهم، ما يقدر، قبلتهم كعبة وكتابهم القرآن، ما قدر يكفرهم. يقول يصلون قال هالغبلة إيه؟ ما هو هذا أصل الدين أخويا، ما دام أصل الدين هيك فما تقدر تسوي أي شيء بعد. أخوي كريم شكرا لك وربي يباركك ويعطيك الصحة. كبسونا حبايب، كبسونا أخوان، يلا إيد واحدة حبايب، إيد واحدة واحدة. 4000 صارنا ربع ساعة، إحنا من عدينا ال 50000، صار ربع ساعة عدينا 50000، المفروض هسه 70 يعني، بس شوية تكاسلنا بالتكبيس ما بعرف يعني. يلا حبايبي شاركوا البث مع الآخرين وكبسوا لي، عندنا 45 دقيقة، وإذا حد يحب يشارك معنا فياريت تشاركوا معنا، المشاركات حلوة جدا تقوي البث ونسمع كلامكم أصلا. وإذا عندكم أي تساؤلات على بني غريضة أو على الرسول أو على التاريخ الإسلامي، وإذا عندكم أيضا سؤال بالمسيحية أيضا ما عندي أي مشكلة. والأخوة اللي موجودين معنا إذا تحبون أيضا، الأخوة المسلمين إذا تحبون تحاورونا أيضا أنا موجود للحوار معكم. وعندنا بعد وقت 45 دقيقة، فأنا محتاجين تكبيس بعد 45 دقيقة لكي البث يرتفع، وشاركونا، شاركوا يعني، هم شاركوا البث وهم شاركوا معي بالبث يعني، اطلبوا جيست وشاركوا معي، خلاص معكم ورد على مواضيعكم. فهذه احدى الجرائم اللي محمد عاملها هي غزوة بني وريضة. هنا طبعا غزوات اخرى راح نتكلم عليها في المستقبل، في غزوات كثيرة جدا. طبعا في تفاصيل لبني وريضة كثيرة احنا ما ذكرت منها كل التفاصيل، انا مشيت على الخطة السريعة علشان اخذ اتصالاتكم ويكون عندي وقت طويل للحوار معكم يعني. يعني مثل ما نقول قسمنا الحلقه، وانا فاتح اتصالات من اول اوكي، بس الحلقه يعني ما ردت بالكامل، انا كل شيء اتكلم يعني، انا حافظ قصتهم وحافظ قصه بني غينغاء وبني النضير وبني المصطلح، وتاريخ الاسلام غالي كثير يعني، فهذه كلها موجود بالكتب والمصادر، والدليل على ذلك القران نفسه. القران يشهد بهذه الحادثه في سوره الاحزاب، في سورة الأحزاب اللي محمد قتل منهم ذاك اليوم 900 شخص. طبعا الآية ما تقول قتل محمد 900 شخص، بس تفسير الآية وسبب نزول الآية يدل على في أثر، والأثر موجود يعني. سورة الأحزاب والذين ظاهروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب يعني ظهروا دينهم، ظاهروا بعض المسلمين اللي ظاهروا يعني حاربوا، لا ظاهروا يعني ظهروا الدين، ظهروا دينهم يعني غالوا على نية أن نحن يهود ما نكره، هذه اسمها التظاهر. والذين ظاهروا من أهل الكتاب أقذف في قلوبهم الرعب، يقول محمد رعبهم. القرآن يأمر محمد، محمد يقول كلام الله غير، في شخص آخر يتكلم مع محمد، هسه شو سميته سموه، أنا من وجهة نظري محمد يألف، ما في حد يتكلم معي. الذين ظاهروا من أهل الكتاب أقذف في قلوبهم الرعب، أقذف يعني الغذف في قلوبهم الرعب، خوفهم، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون، قال لك تقتل الرجال
أي شخص يطلق عليه رجل يقتل، نوعين أكو رجل أكو أكو طفل، الطفل يسبى والرجل يقتل. محمد حط الشعرات اللي هي بالعانة حطها مقياس للرجولة. يا رسول الله ومن هو الرجل ومن هو الطفل؟ في نفس الحديث قال من ينبت شعرا في العانة فهو رجل، ومن لم ينبت لا يقتل. اللي ينبت شعر يعني نزع بطرونة ملابسه وبصوا تحت، إذا عنده بالعانة تحت السرة شعرات هذا رجل، وإذا ما عنده شعرات فهو بعد الطفل. وبدأوا يكشفون مثل الدجاج، حطوه هيك الصحابة يكشفون بهم، هذا يذبح هذا يسير، هذا يذبح هذا أسير، هذا يذبح هذا أسير، هكذا قتلوا 900 شخص. سبب ما قبلوا يتركون بلادهم ويهاجرون مع المسلمين. الحكاية الهجرة، محمد لم يكن يريد دين ولم يكن يريد حوار أديان وهذه الأمور، أو آمنوا بديني أو أعرفكم بالله، ما كان القرآن موجود أصلا، ما كان كتاب موجود أصلا، ما كانت صلاة، المسلمين ما كانوا يصلون. محمد من بعدها ادعى أنه صعد للإسراء والمعراج ورب كلمه وعطى الصلوات بعدها الحادث، قبلها لم يكن صلاة. محمد كل الإرادة قالهم تركون أرضكم ودوركم البيوت وتطلعون منها، فين نروح؟ قالهم تروحون معي للمدينة وتسكنون معانا بالمدينة هناك وتبنون بيوت جنبنا من جديد. بس صعب هالبيوتنا وعوائلنا، أوكي نأخذ عوائلنا بس البيوت الأرض ماذا نعمل لها؟ أرض زراعية نزرع، إحنا نزرع ومية عندنا وناس يعني ماشي حال، شلون نترك أرضنا ونروح معكم هناك؟ شو بنعيش شو ناكل؟ قالهم هذا الحكم، تقبلون ولا لا؟ بعد ما عندي غيره، لا يوجد خيار ثاني، لأنه عارض عليهم ممكن يصيروا مسلمين، ممكن كانوا يقولوا أوكي نصير مسلمين نضرب بلدنا، بس ما قبل محمد، لأن محمد ما كان يأمن، هم ممكن باللسان يقولوا له مسلمين، فكنا الشر خسرنا مسلمين، وش تم شريد منك؟ تقول الشهادة يعني خلاص قلنا الشهادة وفكنا الشر، خلصت؟ لا، محمد يقول بس امشي منهم، يقول لك هذا شيء من دين ما هنصير مسلمين، فأولادهم أمام عينه يحاربون معه ويصيرون غطاء طريق معه ويصيرون إرهابيين معه مع محمد. رادهم أمام عينه يبون المدينة ورفضهم وقالوا لا ما احنا ما نروح. قال أيضا نحكم نصدر الحكم. ما كانوا يقولون قالوا حكم، هم فكروا يحكم يعني غاطحهم شهر ما يسلم عليهم، فكروا ياخذ منهم غرامة مالية يحكم. قال تقتل الرجال، الحكم الأول يب ذبح بدون هاي بدون محاكمة، تقتل الرجال وتسبى النساء وتوخذ الأموال. محمد قال لنا سعد الله أكبر نفذ الحكم. اصبر يا أعطيهم وهي فكروا حكم حلو ولا نبدله. فمحمد كان عنصري جدا وكان أناني جدا، وهم النسوان هم الجماعة اللي يحاربون مع محمد نفس القصة نفس القصة. ليش يحاربون؟ يحبون الله ما كانوا يصلون، هم جماعة يحبون الله، هم ما كانوا مسلمين أصلا، الصحابة ما كانوا مسلمين، صحابة محمد مسلمين بالاسم، لما تسألهم يقول أسلمنا، بس هل بالفعل هم يطبقون تعاليم الإسلام اللي هي مثلا أنا بتكلم على العبادات بس، تعاليم الغزو هاي هم موجودين بالغزو لأن هذا مش تعاليم بشري، بس العبادات هل يطبقون عبادات ولا واحد منهم؟ في أي خطبة جمعة نجد الرسول كان يخطب؟ مش اليوم عندنا خطب جمعة شو منين جابوا المسلمين؟ يقول لك خطبة الرسول وصى بها، الرسول وصى أنه يوم الجمعة صلاة رسمية تقام بالمسجد، بس الصلاة الظهرية، صلاة الظهر تقام بالمسجد والمسلمين كلهم يصلون وراء الإمام، والإمام من بعد الصلاة يصعد على المنبر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله غلى الله وغلى الرسول، يبدأ بالخطبة. الرسول وين خطب الرسول؟ ولا خطبة ولا خطبة، لا ولا خطبة. 10 سنين نزلت الصلاة، محمد عاش بعد الصلاة 10 سنين، 10 سنين وين خطب؟ 10 سنين، يوم مريض يوم تاني مسافر يوم التالت عليك شغل، طيب 10 سنين ولا خطبة؟ صدفة هاي مش صدفة، محمد ما كان يصلي رجل. الصحابة نفس الشيء. في حديث يقول لك في أيام رمضان كان رسول الله يشرب ماء، في أيام رمضان يعني مش صايم ولا يصلي كذا،
الحكاية كلها هي ما كان الدين مثل الآن اللي موجود الآن. هو كان مشغول بالنسوة، هذه بالفعل كان يطوف على النسوة. عندنا حديث عن نسوان كثير، كان يطوف عليهم بغصن واحد، كان يطوف مش عارف مين، كان يعمل ما يعمل، كان الرسول يكسل. هاي على الجنس عندك أحاديث كتب كاملة، حدث ولا حرج. بس على الصلاة كيف كان يصلي؟ ماكو الرسول. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك صحابة محمد. بعد ما مات محمد اختلفوا بيناتهم، اثنين صحابة، مش اثنين، هم انا بتكلم على 1200 بس، اثنين وانت قيسهم على الباقي، يعني اثنين صحابة عاشوا مع بعض، كلوا مع بعض، صلوا حسب وجهة نظرهم ورا النبي، اثنينهم سمعوا النبي مع بعض، لما مات النبي اختلفوا. كيف النبي كان يصلي؟ اللي يصلي هيك، قال له انت غلطان يصلي هيك، قال انا صليت ورا، قال له كمان انا صليت ورا. ايش معنى انت صادق ولا كذاب؟ اختلفوا، صارت الصلاه نوعين، السنه يصلون شكل والشيعه يصلون شكل، الكلمات تختلف، المواعيد تختلف، الاذان يختلف، التكبير يختلف، السجود يختلف، كله مختلف كامل. طيب علي مين؟ كان يصلي ورا النبي. طيب عمر؟ كان يصلي ورا النبي. طيب دول يصلون حسب ما قال عمر، دول يصلون حسب ما قال علي، اذا عمر شو قال؟ قال الصلاه هيك صحيحه. اختلفوا على كل ما ابدا يعني اسهل شيء. يا أخي مش مرة صليت وراه ونسيت، 10 سنين المفروض، 10 سنين الرسول يصلي، 10 سنين كنت معه. فما كان الرسول مهتم مثل ما اليوم المسلمين يصورون إنه كان، ما بعرف، لا ما كان، ولا ما كان، كان يغزو، يخطط للغزو، يأخذ البلاد، وأهم شيء عند النسوان، أهم شيء عند النسوان. واليوم أنا بكلم عقل المسلم الصاحي، يعني عقلك يا أخوي المسلم الصاحي اللي يفكر. اليوم الحياة سريعة صح؟ في إنترنت، في سيارات، في طيارات، تقدر ما يحتاج يعني تروح المحل وتتعب نفسك وتعطل إذا كان بعيد. على جوجل تكتب يجيبوا لك الأكل البيت، أو أكل، أو أي شرب، أو أي أوردر يعني منتج جيب البيت. ما يحتاج تروح تزور واحد ويوم يومين بالطريق، بالتليفون تتصل بيه وتطمن على حاله ومية مية، وممكن تشوفه ويشوفك كمان في اتصال تصويري، صح ولا غلط؟ يعني الحياة سريعة. وانت متزوج كم وحدة؟ امرأة واحدة، مع امرأة واحدة ومع الحياة السريعة اللي ماشية، انت مش ملحق على شغلك. انا غلطان؟ ماني غلطان، هذه الحياة، مش ملحق على شغلك ومش معطي حق زوجتك الكامل. تريد كثير اشياء ما قدرت، صار الليل وما لحقنا، خليها بكرة، معلش سامحيني، بكرة بعد بكرة، ويومية هيك، واحنا مستمرين بالحياه، انا وانتم كلنا هيك. وكل شيء ما مطلوب منك، انت مطلوب منك تعيش بيتك بس. يعني جارك ما طالب منك تصبغ لبابه، ولا البلديه طالبه منك تزرع لهم شجر، ما احد طالب منك شيء. طيب الرسول 16 زوجه في آن واحد، ويدور شؤون الامه كلها، كيف؟ والحياه بطيئه جدا جدا جدا. يدور شؤون الأمة كلها، يعني المسلمين اللي بسوريا لو قالوا أخ الرسول لازم يركب الحمار ويسافر، مسلمين هو نبيهم، ركبوا مش راح يحل المشكلة ويجي، وعنده بالبيت 16 زوجة، ولو راح السورية طول شهر بالطريق مثلا، ولو راح المدينة، مكة والمدينة دول 5 أيام طول بالطريق أو 4 أيام. طيب كيف كان يدور شؤون الأمة كلها وعنده هاجد نسوان والحياة بطيئة جدا جدا جدا؟ ما كان يعمل شيء، لا بشؤون الأمة. مسلمين يتقاتلون باب الخيمة ما له دعوة بهم، مسلمين يزنون ما له دعوة بهم، مسلمين يتخلفون ما له دعوة بهم، الكفار نفسهم قتلوا المسلمين ما له دعوة بهم، هو له دعوة بالنسوان وبالغزوة، نسوان وسكر. الرسول كان يسكر ويشرب، وهذا حديث صحيحة، سكر ونسوان، وهذه لا يكلم الله ولا يعرف الله ولا يعرف أي شيء، وحط قاعدة خبيثة جدا، قال لهم من لم يشارك بالغزوة، أختي روز كيف حالك، يا رب تكون بخير، احنا ما زلنا نصلي من أجلك، قال لهم من لم يشارك بالغزوة ليس له نصيب بالغنيمة. شو يعني؟ يعني لازم تشارك معي بالحرب لكي تأخذ مصاري. هذه الطريقة الخبيثة في بدر جابت نتيجة قوية، في غزوة بدر اللي راحوا المسلمين، انتصروا بدر، هم اللي راحوا المسلمين للغزوة كانوا غليلي، الكفار كان عددهم كبير، والمسلمين قالوا رسول الله احنا قليلين، قال لهم يلا معلش نمشي، ممكن نقتل، قال لهم نشوف نجرب، رايحين احنا خذوا سيوفكم ونمشي لهم بالليل، نايمين هم،
نطبع عليهم مثل الخيانة يعني نضرب ضرب ضرب ونطلع ونشوف شو يحصل يعني. اللي راحوا تقريبا 1000-2000 مسلم، مش العدد ما بعرفه، بالسيرة موجود عددهم بس عدد قليل يعني. راحوا انتصروا، لما انتصروا جاءوا بأموال كثيرة، الرسول حط الأموال بالمدينة وقال تعالوا صفوا سري. كنت معنا بالغزوة أيوة خد، كنت معنا خد. الناس اللي ما راحت كانوا بالصوم، لو رايح سود الله وجهي، لو مدي أولادي شفت الفلوس شفت الذهب قاموا يغسمون، احنا ضالين، دول ياكلون اللحم ودول ياكلون عيش يابس. ليش؟ ما رحت الغزوة شو سويت؟ كان انا اشتغلت انت ما اشتغلت. الغزوة اللي بعدها ذهبت بها رجال ونساء. الغزوة قال لك رسول الله رجع اكثر من 200 امرأة، قال ما بيصير يشاركون معه، رجعوا قلت ارجوك ارد اروح، زوجي ما بيكفي، زوجي سهم ولا سهم فلوس. فالغزة كلها على الدفع. الغزوة الثانية يقول لك المسلمين كلهم شاركوا بها، علشان هيك سحقوا البشر سحق 1200 شاركوا. الغزوة الأولى تقريبا 60 أو 70 صحابي، 60 و70 وين، و1200 وين، 10 أضعاف. شفت اللي صار؟ شو دمروا الدنيا. هذا كان فرهود، كان فرهود يعني. فهذا ما النبي، هذا يتكلم مع رب العالمين، هذا عنده جنة ونار، هذا يأخذك الجهنم يا عزيز المسلم واتبعته. أختي نحن خلاص، كيف حالك؟ سلام مسيح أخونا دكتور أستاذ كريم، عامل إيه؟ أهلاً وسهلاً. أنا يعني لسه داخلة، أخدوني على مشامي وعرضوا عليا إن أنا أطلع جس، وأنا أصلاً مش مصحصحة قوي بس مش مشكلة. أنا عايزة أفهم، شكراً. أنا عايزة بس أفهم حاجة، أي دين دوا دخل بدون دعوة؟ يعني أي دين دخل بالحرب؟ هل لأن هو ما عندوش حجة ولا عنده إقناع؟ دين الرسول، أي دين ده دخل بالحرب، ولما كانوا بيحاربوا كان يقول لهم اغنموا تغنموا بنات الأظفر، ده دين يعني؟ روحوا حاربوا تابوك تغنموا بنات الأظفر وبنات الروم، بنات الأظفر وبنات الروم، وكمان قال لهم لما جم سألوه دول متجوزين يا رسول الله، قال لهم مش مشكلة ان هم يكونوا متجوزين، مفيش اي مشاكل، ده حلال. حلال دين؟ بلال، ده دين بقى؟ ده دين يعني؟ ده دين الرسول. مش عارفة ايه كمية يعني ايه كمية ده، هو دي عصابة. الدين الإسلامي اتكون وكبر بأنه هو أنشأ عصابه، كون عصابه الدين الإسلامي، ده مش دين، ده مش دين. لأن ربنا لما يحب ياخد إنسان عنده في طريقه الصح بيكلمه بمحبة، لأن هو عطانا إرادة، أعطانا إرادة فبيكلمنا بمحبة، عايزين نقبل نقبل، مش عايزين نقبل ما نقبلش. حتى في المسيح الدجال أو الشخص اللي هيجي ضد المسيح هيجي بحروبات وقتل لكل من لا يتبعه، وكذلك الشيطان لأنه هو من الشيطان. فما فيش دين بيبقى بالغصب، ما فيش دين بيبقى في حد الردة واللي هيسيبه يتقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ما فيش دين كده. أنا سوبرمان، مفيش دين يبقى بالغصب أو الإجبار يا جماعة، مفيش دين يبقى بالهلاك وبالكراهية. السيد المسيح، معلش أنا أسفة أنا أخرج بره الموضوع ثواني، لما جم ناس رفضوه فجم التلاميذ قالوا له إيه؟ قالوا له أؤمر نار من السماء تيجي تاكلهم، قال لهم أنا لم آتي للهلاك بل للخلاص. السيد المسيح لما جم ناس رفضوه لا قتلهم ولا سفك دمائهم ولا حاربهم ولا أذاهم، مع أنه كان يقدر، مع أنه يقدر، ولكن سامحهم. وحتى وهو على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، الحراس اللي أخذوه وصلبوه. فهو ده الدين الصح، دين المحبة، اللي يجي بمحبة، اللي يجي يقول لنا روحوا اتكلموا عني، ولو ما قبلكوش نفضوا التراب وامشوا، ما قالناش نحارب حد، ما مسكش سيف. لكن الدين الإسلامي كل ما اتكلم واحد مسلم
يضحك علي ويقول لي ايه، يقول لي لا 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 احنا جينا بالسلام. فين السلام ده؟ فين السلام ده؟ فين السلام لما قتلته؟ انتوا بتطمسوا التاريخ، ما تقدروش، لانه كله مذكور في الكتب. ما تقدروش تقولوا ان داعش مش تبعكم، ما تقدروش تقولوا ان طالبان مش تبعكم، ما تقدروش تقولوا ان تفجير الكنائس مش تبعكم وانها احداث فرديه، ما تقدروش تقولوا الكلام ده، لانه هو طلب منكم كده. ليه؟ عشان تزودوا عددكم، ان كان بالحروبات وان كان بالاحتلال، ان كان بانكم لا مؤاخذه تتناكحوا تتكاثروا، كان بيقول لكم تكاثروا. هو ده الدين؟ هو ده الدين اللي متوقف على زيادة عدد ومش متوقف على الله وقوته؟ هو ده الدين؟ ده لو إنسان واحد ومعاه ربنا يقدر يهزم بلد بحالها. أنا مش فاهمة أنتوا بتفكروا إزاي، يعني بتفكروا ده مش دين وده مش الله، ده مش الله، وإحنا مش هنؤمن بإلهكم، وإحنا كفرة بإلهكم ونكفر بإلهكم. شكرا يا كريم، شكرا شكرا حبيبي يا أبا ربنا عمر، يبارك خدمتك. شكرا جزيلا أبا عمر. أهلا أهلا أهلا، شلونك؟ سلم على جدك. هجوم على جدي. غزوة بني قريظة، أنت مو قريشي؟ الحمد لله قريشي، لكن ما أتشرف هذا واحد يكون من قبيلتنا او من نحن من نسله ابدا. انا ارفض هذا النسل. بس اسمعني، علشان تركت الاسلام تبريت من الرسول ولا اعمال الرسول هي مهمه؟ ثق انه انا من يعني من بدات اعرف ما هو الاسلام، يعني بدات شيء اتحفظ عليه او اتحفظ منه او ابتعد عنه، لكن لما صارت حوادث 11 سبتمبر بدأت بصدق أنه أقرأ بجدية عن كل شيء يخص ديني، لأنه أنا مسؤول عن الدفاع عنها مهما تكون هذه العبادة، مهما تكون سلبية أو بها أي نوع من الأخطاء يجب أصححها. ولذلك أنه لاحظ أنه من جد دخلت عندكم، أنا كنت أعترف بأخطاء موجودة، لكن التبجح الموجود عند بعض الشيوخ والأئمة يعتبرون أنه ذلك الإنسان الذي اسمه محمد هو كامل ويخلو من أي خطأ في حياته أو حتى في كل تصرفاته. لا، الخطأ موجود، الأنبياء كل الأنبياء خطأوا واعترفوا بخطأهم، لماذا هذا الكبرياء وهذه النرجسية في شخص الرسول؟ أنا بصراحة لما قارنت شخصيتي بشخصيته شفت نفسي أنا أفضل بكثير منه خلقيا، أخلاقه ما كانت تسمح أنه يرتقي إلى الحد الأدنى للإنسانية، ما اللي على موضوع بني قريظة، هذا شيء تدمير لشيء اسمه إنسانية. يعني أنا مستغرب شلون يقتل دعنا من كل شيء، يعني اللي سواه بالمراهقين، يعني كل ما أشوف مراهق موجود يعني أتخيل أنه كيف كشف عن عانته، يعني هذا الطفل لما يجون يكشفون عن عانته ما يقول هذولا ليش دا يسوون وليش. طيب هذا القرار أنت لمن أخذته، أنت دحفت الطفولة تحت الأقدام، دعنا من أي شيء عمله دنيء في تلك المعركة، لكن أين هي الطفولة؟ أنت قتلت الطفولة يا رجل، وبعد هذا يعني هو شوف الذنب، شو ذنبه يعني؟ هو ولد مولود في عائلة يهودية، غصبا عليه يطلع يهودي، ما تدري لها دوران يعني، طلع معه على دين أهله. أنت المفروض تأخذ تعلم الدين ويصير مسلم، مو تكتب على العانة عنده شعار قتله، شو الشعار شو العلامة؟ سلام ونعمة وبركة للجميع. سلام ونعمة دكتور، كيف حالك؟
اخويا البطل، ازيك يا استاذ كريم؟ متعنا برمضانيات. اختنا جاستس عامله ايه؟ استاذ كريم، ما فيش جديد كده زي الفوازير بتاعت رمضان كده؟ في عندنا وخسين عملنا حلقه جديده هي بمناسبه تخريج دفعه من حفظه القران. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعمل مسابقات بس مش كل يوم، هذه هي بالاسبوع مرتين تقريبا. جميل جميل. بتبقى الساعه كام كده؟ انا متابعك من مصر، انا من صعيد مصر متابع حضرتك. من مصر ما بعرف الساعه كام عندكم، بس عندنا بامريكا تقريبا تصير الساعه 12 بالليل. يعني كيف عندكم 7 الصبح 6 الصبح او ممكن 8 كده يعني. مبسوط جدا معاك على الجست والله يا استاذ كريم. حبيبي دكتور، ربي يباركك ويبارك خدمتك. اتفضل. كلام على بني غريبه، عندك تعليق على موضوع بني غريبه؟ ما بسمع عنهم. انا بيعجبني حضرتك طرحك وبيعجبني العناوين بتاعت حضرتك. اهلا وسهلا معاك. انا اهلا بك استاذ كريم. اهلا وسهلا. طيب اخ ابو عمر، بما انك انت مسلم سابق يعني وتركت هذا الاسلام، وخليني بس لما وانت مسلم تقرا غزوات الرسول، الرسول غزا 27 غزوه، هو شرف غزوات الإسلام أكثر بكثير، توصل 60 هي، بس اللي شارك بهم الرسول شخصياً 27 غزوة. بكل 27 غزوة حصلت انتهاكات فظيعة، والرسول كان موجود وينظر. هل هو ما عنده إنسانية؟ أنا عوفك من الدين، عوفك من المسلم والحج، هو ما كان إنسانية بالموضوع أصلاً؟ يا أخي يا أخي، مسألة الغزوات أنا ما كنت أسمعها غزوات، كنت أسمعها فتوحات. في كتاب اسمه المغازي الموارث، هذا الكتاب. نعم، وكانت تشوف التلميع، هي التلميع والترقيع يعني محترفين فيه، يعني يقولون أنه عندما كان المسلمون يفتحون البلدان كان وينتصرون بإيمانهم، كان يفرضون على المتعلمين أنه يعلمون 10 من الأميين المسلمين، وكان يأخذون ال مثلا الجزية أو شكرا على الكسرة يا أخويا كريم، كانوا يأخذوها لغرض مساعدة الأرامل أو الذين يقتلون في تلك الفتوحات، وكانوا اليهود كذا كذا. يعني أخذنا صورة عن اليهود، وأنا طبعا بعد ما أصبحت عمري 18 عام وأنا كنت أدرس في أمريكا، يعني عرفت أنه هذا كله مو أكثر من ترقيع. الموضوع اللي قلت العكس ما له صحيح، كان في غزوة بدر هاي حصلت، هي مرة واحدة حصلت بس. غزوة بدر الرسول غزا بدر مش علشان أموال ولا علشان فلوس، هاي المرة الوحيدة ها الرسول غزوات على الفلوس والأموال، بس هاي المرة ما غزاها لا على فلوس ولا على أموال، هو غزاها علشان شخص يريد، هذا الشخص يريد راسه، هذا كان مطلوب للرسول. هذا الشخص اسمه النذر بن الحارث. النذر بن الحارث اللي سأل الرسول ما هي الروح اللي موجودة بالقرآن الآن. النذر بن الحارث اللي سأل الرسول كم عدد أهل الكهف. هاي الأسئلة النذر بن الحارث سألهم موجودين بآيات قرآنية اليوم، ويسألونك ما هي الروح مكتوبة، ويسألونك من سأل محمد وهذا. فهذا الشخص أحرج محمد أمام المسلمين، قال له أنت نبي تجاوب، كم عدد أهل الكهف؟ جاوبني وصل مسلم. الرسول قال له حاضر بس مش اليوم يعني. ها قال له انت تنتظرني ثلاثة ايام. قال له حاضر ثلاثة ايام يا رسول الله. قال له اكتب المايك ابو عمر عندك فضل شوي. عشان تفهم الفكرة اللي عطنا ام كلثوم منك لله يا ابو عمر. النذر بن الحارث اجى لمحمد قال لمحمد ما هي الروح؟ كم عدد الكف؟ هذه ما هي الروح فيما بعد يعني. كم عدد أهل الكهف؟ فمحمد قال له طيني مهنة وجاوبك. قال له أوكي أعطيك مهنة. لماذا سأل هذا السؤال؟ شو المغزى من هذا السؤال يعني؟ المغزى كانت ثلاث خرافات موجودة بالجزيرة العربية.
لو محمد جاوب هاي الخرافة إذن هو من بلاد فارس يجي للوحي. بلاد فارس يعلمون أن أهل الكهف موجودة في بلاد فارس ومرسوم على الحيط. لو جاوب هاي الطريقة إذن الآشوريين يعلمونه اللي بالعراق. لو جاوب هاي الطريقة إذن السريان اللي يعلمونه اللي موجودين في سوريا. في ثلاث خرافات موجودة. وما عدد أهل الكهف. هو راد بعمر كتب المايك. لا لا لحظة بس لأنه أنا توقفت عن سيارتي. مايك يا أبو عمر تكموني أنا. أوكي خليك مكتوب لما خلص شغلك أنت وأنا أقول مداخلتي لأنه مهمة هاي الموضوع مهم جدا هذا علشان المسلمين يعرفون شو الحكاية على ما نتكلم. فالرسول قال لي أعطيني مهلة ثلاث أيام قال لي أروح ثلاث أيام ركزوا على العذر الرسول نلعب إحنا رسول الله فالرسول راح مش صار ثلاثة أيام ما أجى الرسول، أربعة أيام ما أجى الرسول، خمسة أيام ما أجى الرسول. من بعد كم يوم تقريبا 15 يوم شاف محمد. قال له يا محمد يا محمد قال له نعم. قال أنا النذر قال له أيوه قال له ولا السنة. قال له بابا أنا جيتك بالإجابة من لحظتها. جبت الإجابة وجيتك بس فيه مشكلة ها؟ قال له والله أول ما وصلت للبيت رفعت يدي للسماء وتكلمت مع رب العالمين. يا الله في شخص يهودي يسألني ما أعرف أجاوب ساعدني. والله بعت لي جبريل اوكي حلو وجبريل جاب الاجابه مكتوبه معه حلو بورقه يعني فين قال لي ما اعطاني اياها ها قال والله جبريل وصل الى باب البيت باب الغرفه وزعل ومشى خذ الاجابه ورجع ليش زعل قال والله عندي كلب بالبيت ميت والملائكه لا تدخل بيت بي كلب وهذا حديث صحيح الملائكه لا تدخل بيت بي كلب ونعمل عذر يعني الرسول عنده كلب بيته ميت تحت السرير وهذا الكلب الميت ملائكة ما تدخل اجى جبريل باب قال عندك كلب بالبيت ميت انا ما امشي ما 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 تعامل معك خذ ورقته ومشى طيب والان يعني ما في اجابه قال لا ما هو سال تردود ونظفت البيت وطلعت الكلب وبعدين طلبت من الله مره ثانيه ووداني جبريل مره ثانيه تصالحنا فين الاجابه قال لا انا بس اقول لك اني تاخرت عليك ليه قال اوكي تأخرت عشان الكلب يعني قلت أوكي الآن إن شاء الله خير مسامح مسامحينك رسول الله مسامحينك يا محمد ما هو رسول مسامحينك يا محمد ثلاث أيام ميت تحت السرير يا أخوي السلام الكلب ثلاث أيام ميت تحت السرير ولك ما تنايم لك على كلب ميت تحت السرير ما تتنفس ما تشم خلاص منك لله يا رسول الله ثلاث أيام ميت تحت السرير برافو أخوي السلام فخلاص جبنا الإجابة جبت الإجابة قال أيوة جبت الإجابة تفضل قال له ويسألونك عن أهل الكهف قال أيوة البعض يقول عددهم ثلاثة والبعض يقول عددهم أربعة والبعض يقول عددهم خمسة طبعا ثلاثة ورابعهم كلبهم أخ أربعة وخامسهم كلبهم خمسة وسادسهم كلبهم ستة وسابعهم كلبهم طيب ومستمر بالكلام وبعد لا يعلم عددهم إلا الله طيب فين الإجابة يعني كل اللي غلط والعدد الحقيقي ما يعرفه إلا الله طيب أنت شو وظيفتك ما هو كل سؤال واحد يسأل يقول الله يعلم خلص أنت تقدر تجاوب على كل أسئلة العالم اسأل كيف خلق الكون الله يعلم كيف خلقت الأرض الله يعلم الإجابة الله يعلم يعني مش إجابة هاي اسمها هروب من الإجابة قال له هاي إجابتك قال له قال له تقول النبي ضحك على محمد وفشل محمد أمام الناس ومحمد إجا وياه محمد قال لهم هذا الشخص لازم نريده الدنيا تنقلب لما تجيبوا لي رأسه فراح غزا بدر هو مال بدر هذا الرجال مدينة بدر يسمونها اسمها غزوة بدر غزوة بدر غزوتين كبرى وصغرى واحنا انهزموا وراحوا وحاولوا انهزموا وانهزموا وقتلوا مسلمين ورجعوا قالوا لا ما نجوز لو نموت لو نيبه تيبونا تيبونا وراحوا بالليل ليلة ظلمة وعنده جاسوس كمان يعرف المنطقة ما هو شغال الرسول يدفع فلوس ايوه عارف المنطقة وراح له هناك بليلة ظلمة كبسوني حبايب كبسوني ما ضلش 25 في بالربع ساعة يلا حبايب 25 عندنا بعد بس 25 بعدنا ربع ساعة وقت ايد واحدة حبايبي انا معاكم اكمل سنة اي فالقصة كلها والرواية والحكاية جابوا النذر جابوه مع عدة اسرى علشان تعرفون العرب متخلفين مش العرب انا ما بقصد العرب الناس اللي مو لا جماعة محمد اللي صحابة محمد متخلفين جدا متخلفين منين هسه اقول لكم توصلكم الفكرة ناس جهلة الاخر مرتبة فمسكوا الأسرى جابوهم ماذا نعمل بالأسرى يا رسول الله ما كنسوه بالزلم ليش لأنه يريد رجال ما يريد مرة
يدخلون على البيوت ياخذون رجل 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 لما هم ما يعرفون ان الرسول يريد من، يجيبوا الرجال وهو يطلع من الرجال. اجى معاهم هو وابن المعيطه. ابن المعيطه قبلها قالوا له النبي قال هذا هرتل يعني نبي مجنون هذا. كمان الرسول سمع يقول مجنون قال هذا هذا مو يا بعض. اجيت اثنينكم انا وسام. فحطهم الرسول بالاسطبل مثل مربوط يعني وحط الصحابه حرس عليهم. وكتب رساله لاهلهم قال لهم كل ما يجي ياخذ اسيره يدفع فلوس. يجيني هنا يدفع فلوس واعطيهم اسيركم. فديه يسمونها. فديه تدفع فلوس تاخذ الاسير. اوكي. سمعوا جماعة النذر بالأسر يعني قالوا لا ليش يا مثقف ومثقف من مثقف من غريش قال ليش خايف انت أهلنا سيجون وانت رجل غني هسيجون لك يطلون فلوس ياخذونكم مش ما يخايف قالوا انت ممكن يترككم بس أنا لا ممكن كلكم يترككم ولكن أنا نظر إلي بعينين بهم الموت ما يتركني اجوا أهل الأسرة ياخذونهم اللي عنده فلوس ياخذ أسيرة واللي ما عنده فلوس هذا اللي ابو عمر تكلم عنه اللي ما عنده فلوس يعمل بيه الرسول يقول له تعلم 10 من العرب القراءة والكتابة وانتركك يعني تخيل جماعة محمد كلهم أميين علم جماعتنا كيف القراءة والكتابة علمهم اللغة علمهم وانتركك ضل عندنا شهر شهرين مثل معلم صير عندنا وانتركك لو ما أهلك ما عليهم فلوس يشترونك فعلم كل أسير اللي انتركه لازم يعلم 10 من العرب القراءة والكتابة يعني لا يعرفون يغرون لا يعرفون يكتبون ماسكين سيوف ومقرون ورا النسوان وعندهم رسالة الله شاو والله لو رسالة ودى الواحد يقرأ ويكتب شاو مدى الواحد أمه ما يقرأ وما يكتب ماسك سيف ويجري ورا النسوان سالفة هذه هي غراءة من غصة غصة الغراءة والكتاب طبعا أسرق لهم تركهم من ذي محارف ذبحها قال له علي قال له علي قال له جيب اغطال رغبته أمام الناس ليش قال له ريد راسه هذا قطعوا راسه هذا النذر الحارق والباغيين اللي عنده فلوس تركه وما عنده فلوس هذا الكلام كله موجود في أحاديث والإسلام بعدهم مؤمنين هذا بالقرآن بداية من القرآن يا أخوي فريدوم بداية اكتب غزوة بدر اكتب أحداث غزوة بدر طلع لك الآية القرآنية وتفاسيرها والحديث كله اكتب على جوجل تفاصيل غزوة بدر الكبرى هاي المصيبة هناك كلامه مصايب ما عنده شيء جيد هو جدك ابو عمر ما عنده شيء بحياته جيد فعلا انا هذا الشيء انا اقرر اقول انه هذا الرجل بما انه من كان طفل طفولته مجهوله ومن اللي رباه من اللي رضعه يعني ما اعرف حتى يعني احنا عندنا اشياء بالقبيله متوارثه هذا الشخص مبهم ما عنده اي تاريخ يحكى مع العلم انه الحديث هذا ايش صور لك المثقف يقتل بيد الجاهل ما يقرا ما يكتب يقتل المثقفين اللي يقرون يكتبون هذا شيء طبيعي حتى العلم واللي ما قتله ما يموت يعلم جماعتنا قراءه وكتابه ما انتم محتكمكم جهلاء بعد قتلهم ليش دول يقرون يكتبون دول التوراة والانجيل شلون تقتله دول يهود دول التوراة يقرأ يكتب هذا شلون يوم النبي هيك بايس مواصفات فخاطر هيك محمد قال لك المثقفين اختلهم خلي بس الجهلة وهذا حديث عند المشركين قالوا محمد معاك ضعفاء العرب وأراذلهم كلهم ناس رذيلين لا غراء لا كتب من منهم كان يقرأ ولا واحد حتى كتاب الوحي مجهولين كتاب اللي كتبه محمد الوحي مجهولين يختلفوا على المسلمين ما عارف السؤال اللي كان يراودني دائما أنه الرسول بما هو الشيء الذي كان ناقص فيما جاء به السيد المسيح وكمله الرسول ولا شو كمله دمر الدنيا شو كان المسيح قال لا تزني محمد قال ممكن تزني بس سماه ملك اليمين المسيح قال لا تسرق محمد قال ممكن تسرق بس سماه الغنيمة شو كمله دمر الدنيا وش كمل هو ما محتاج كماله محتاج سكوت بس يسكت ما قدر يسكت هو دمر الدنيا قال لك رجل واحد تكون عائلة مقدسة يعبدون الله زوجه وقال لك انكحوا ما طاب لكم شو انكحوا بهايم هي نسوان انكحوا ما طاب لكم من النساء شو ما طاب لكم يعني اي واحدة تطيب لك خذها لو ما رديتها تطلقها وخذ غيرها شو لعبة هي وشو مو شرف الناس يعني انت غيرتك وين
وهاي الإنسان شنو ذنبها تنمت معها يوم ما طلقتها ولا ما يتعجبها كل ما سالفة هي هاي لعبة فهو دمر الدنيا شو الكمل وش مع الكمان هذا ما بدنا يسكت عوف الموضوع ما يكمل شي يكمل كملوا شيء آخر أخ كريم هذا الرجل دمر أجيال أجيال توارثت بعده حاليا أنت تشوف اللطم في شوارع لندن مدن مدن أوروبا هنا يعني واحد قام يخزى يقول أنا عراقي قام يخزى يقول أنا عربي قام يخزى يقول أنا يتخزى يقول أنا مسلم شنو التخلف هذا ولعلمك هذا اللطب عند الشيعة ترى هذا ما يجي 1% على التخلف الموجود وما زالوا متخلفين أنت يا أبو عمر طيار من يركبون معك مسافرية بالطيارة مسلمين تجد الأثر ينزلون يمشون هم بالمطار بس تجد الأثر موجود زبالة على الأرض ذابين عبايتهم مش عارف مين هاي ذاب بطلونها تحت السرير العرب هيك هاي شغلتهم هاي ثقافة الرسول بأي دولة أي دولة اللي يروحون لكم في شارع صار بريطانيا شارع صار زبالة الزبالة إذا كنت طلعوا بالتلفزيون الزبالة بي يعني ما أكل هوا بطشرها بالشوارع إيه فيكتوريا شوارع بيها زبالة ليش قال لك والله أغلبها مسلمين هنا أغلب الشارع مسلمين يسكنون يأكل أي شيء يدب الزبالة بالشارع هيك يشتري كيك يدب الزبالة بالشارع ويمشي وهذا من سيارة يدب هاي غلينا مات المية من السيارة فتح الجام وقطفها لا مو هذه فقط يعني أنه يعني هم درس أيوة يعني ما يرحون تخيل ترجع على 400 سنة الصحابة وشون كانوا هذول متحضر وجيل ودراسة وعلم وثقافة وكله بعدهم نفس التخل المسلمين وين ما يرحون معالة هذول عقولهم رايحة خلصان محمد ومحمد هذا تتكلم ودي يشرح لك الدين هو ما يعرف يعيش يدي يشرح الدين شلون يعني كلهم متحايلين على الحكم وهذا يسرق وهذا حرام وهذا مخدراتي خيروح شوف السجون سجون مليئة سجون أمريكا مليئة بالمسلمين مو فقط أمريكا يعني مزاير معظم سجون العالم كلهم متخلفين ومخدرات مو أنا ما بدين المسلمين الإسلام علشان المسلمين بس الثقافة شو اللي زرعه محمد على أرض الواقع يعني شو أين الثمار اللي زرعها دولكم خلاص ما يحتاج نسولف عليها تعرفونها انتم 57 دولة كلها متخلفة طيب الدول الراغية اللي سافرتوا لها وانت مسافر غريب المفروض تعلم منهم تحترم يعني دمر الدنيا ناعدنا نفس الشيء نفس كل مكان وما تروح نفس الشيء وين ما سوسي وين ما شي يعطون بلاش تقام صافين هناك وكلها لابسين عولة بالعولة وين كنتوا بالشط بالبحر تصيدون سمك زلوا نسوان بالعولة لابسين عال دنيا باردة ثلج لابسين عولة ما عندكم ما يبغون يعطونكم بلاش كناس قاعد تعطيكم بلاش ملابس يعطيكم بلاش يعطون هم ما يلبسون هم هيك شغلهم هدوم شقيقة وكأنهم شحاتين يعني يا كريم علشان العاشات علشان الحكومة تشوفها وضع تعبان يعطونا معاش وما يشتغلون كلهم والسجاير كلها تشرب كلها حاطة بها باكيتين زلم ونسوان كلها تشرب سجاير دخانهم يمشوا يدخل مو معروف شنو عايزين صدقني يعني دولي يتبعوا الرسول يقولوا لا تكلمتوا وطلع معك أنا على تيك توك ودي يشرح لك الحديث والصحيح والغلط أحيانا ننعزب على مثلا ناشيونال داي مع السفارة معينة مثلا فأشوف أنه يجون الجاليات العربية فيصير موسيقى أحيانا يصير رقص فيقوم هذا الشخص أنا أعرفه هذا عربي ومسلم يرقص ويا بنت من الموجودات طيب أقول له أنت ترقص مع هذه تقبل هذا يرقص مع مرتك قال لا أنا مسلم قلت ليش تشتغل قال أني القنصل مع الـ مع الـ مع الأردن ما شاء الله. طيب أنت قنصل الأردن وتتكلم بهذا المنطق المتخلف قال أنت من حضرتك تقول لي أنت متخلف لما كنت أجاوبك لكن أنت شنو أنا مسلم أرقص مع مرة هذا الشخص لكن ما أقبل هذا الشخص يرقص مع مرتي الله يطيح حظك أنا ما أريد أدخل معاه بالعميق لأنه ما أريد أفسد
الجو اللي كان موجود بيه. إيه إيه رجال مختلفة عن حتى على البحر، حتى على البحر شوفهم تركيا شوفهم. الست محجبة ومنقبة ولا بالشورت. رجل بطنه كرشش كبر ولا بالشورت يفتر لها. صير ياها قال والله يا مرتي شو زي مغطي هاي الست بالحر الدنيا حارة موت شرجي. طالع بس عيونها خطية. فاهم لابسها بشيس مال أسود. وأنت لابس لك شورت الدنيا حارة شو هاي المشكلة معك هاي مرة. مرة مو كلب يعني مرة حتى على فكرة الكلب الآن يعني له أكثر كرامة يعني حيوانه محترم. مرة أوكي يعني شو مرة لا لازم تتستر. طيب لا تجيبها معك شو الأهانة خليها بالبيت قاعدة لا تعال وحدك أكثر شو الأهانة شفتهم أنا حتى أكو هذا الكرسي مال المسبح اللي يحطوني من بعد ما يسبحون يأخذون شاور ينامون على الكرسي شو اسمه هذا مال الشمس يتشمسون ممطوع على الكرسي متشمس وكرش كرشش كبرها ولابس شورت بس شورت لابس وهي قاعدة أم خطية بالشمس وحاطة بس عيونها طالعة مغطاية كل شو اسمتها هاي بتركيا شفتهم هنا شو تسوي شنو هاي المرة قال مرتي هاي قلت له وجهي المنيبة معك خد تطلع تفتح بس وجهها ما قلنا شيء يعني تطلع الهواء قال لا حرام قلت له حرام شو تسوي قاعد تعريان أنا رجال قلت له خلاص ذبحوني نسوان ما حط النسوان عندك سكين بتذبحها وفرح وريح نفسك يعني شو تسوي هم دول هيك عالم خلاص عالة على البشرية دولي طيب إذا هو محجب مرته وهو تلقاه مزين مارين ولابس من هاي البناطير المشققة قلت لها طيب إذا هو يريد يسوي تلتزمين بهذا اللباس ليش مو هو هم يلبس عمامة الرسول ما رجع يلبس ملابس عادية مثلك ما رجع عادية ولا أو أنت لابس مثل ليش ولا أنت ميز هذا أي مرة وغير مرة شن يعني ما قلنا مرة يعني شنو مرة يعني إنسان فما عندهم هذا كله ما الإسلام هذه ثقافتهم وهذه حضارتهم ويردون يعلمونا الحضارة وهم ذول نفسهم قتلوا البشرية ويدي يعلمون البشرية زمن محمد نفس الشيء يعني دمروا الحياة والدنيا كلها وعلى شيء مش عارفينه ولا مسلم ولا يوجد مسلم واحد من المسلمين محاورين فهم الدين ولا واحد أنا لا أدعي أن أنا فاهم ومش فاهمين هيك لا بس ولا كل ما يطلع لا يعرف الحديث الصح لا يعرف الآية لا يعرف تفسيره ولو تقول هاي بالقرآن أنت متأكد إيه بقرآنكم شو متأكد يعني نقرأها لك آه بالقرآن أقول لك شو ما لقيتها البارحة واحد حاور معي صدقني هاي الآية مش موجودة عندي ومن بعد ساعتين لفوا دوران ودلي وعلى اليمين على اليسار انزل صفحة أغرأ لقيت إيه الحق لقيتها قال إيه موجودة خل أفسرها لك تفسرها لما تندلها تتفسرها ساعتين أردل لك به حياتك من تغالية من الآية بالمشاكل أنواع وأشكال لغوية بها منطقية بها تكلم على شيء مش موجود إنه لا تعال أفسرك وأشرح لك عمره بسامعها إيه فعمرك ما تسامح شلون تتفسر المفروض يقول أوكي يعطيني وقتي أروح يوم يوم وين أقرأ المفسرين الآراء العلماء أبحث على اليوتيوب أشوف رأي العلماء بيها شنو بعدين أرجع لا أعطينا أفسرها هم دول عقلية خلصانة صدقني تعبانين كبسوا عبايب كبسوا ها وصلنا 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 بعد ما وقت برنامج انتهى وقت البرنامج انتهى والبرنامج من تقديم الأخ حسين العراقي بس الأخ حسين اليوم هو عنده ضيف مش فاضي يعني ما قدر يجي معنا فأنا يعني خذان العزم وسويت الحلقة لوحدي والأخوة أيضا شاركوا معي أختنا نحن خلاص والأخ سوبرمان أبو عمر والدكتور اللي شارك معنا من مصر وأخوة آخرين أيضا ما نسيت ساميهم أيضا شاركوا معنا والأخ الكردي أيضا اللي هو ملحد يعني كمان شارك معنا فأنا أشكركم جدا جدا وأشكركم أجل التكبيس والمشاركات الحلقة بس كبسونا علشان توصل بس الحلقة 100,000 علشان نقفلها على 100 يعني تفضل ابو عمر قول لي اخر دقائق مداخلتك لاني لازم اقفل بعد بالنسبه للعلماء يعني الموجودين اللي يقولون عليهم علماء علماء بماذا باي تخصص هذا العالم بتفسير ايش اي ايه هل انه العلم ماله اللي اشرف على الاطروحه ماله هو رب العالمين طيب هي كلمات وكلام عربي ومعاني الشخص اللي ما يعرف بالمعاني بعض الكلمات العربية هناك معجم لتفسير هذه المعنى والجملة المفيدة تكون مفيدة أما هذا العالم من أعطاه الشهادة لا هو عالم في ماذا هذا السؤال مهم جدا وهي هذا سؤالي لأن هو شوف الإسلام المنطق معوج
الآن بالغرب أو عند المسيحيين حتى عند اليهود بدون ديانات عند البشرية كلها، العالم هو المخترع، يخترع شيء يفيد البشرية، هو عالم نسميه، هذا اللي معروف عنه. كان دينه مسيحي، كان دينه يهودي، كان دينه بوذي، هذا شيء آخر، ما ندعوه بدينه. احنا نتكلم عليه هو عالم ولا لا، اللي اخترع فلان شيء فلان شيء، أو عنده جائزة نوبل، أو عنده ما بعرف إيش، هذا نسميه عالم. المسلم اللي يحفظ 5 أحاديث وآيتين قرآنيتين وتفسير سموه عالم، هي مكتوبة عندكم، هو ما يعني كل واحد يحفظها، حتى ابنك ممكن يحفظها، اقرا الايات تحفظها، اقرا الاحاديث تحفظها، هذه يسمونه عالم. ليش؟ لانه حفظ، يعني هو ما جاب الحديث من نفسه، الحديث مال الرسول من زمان موجود، هو بس غراء، غراء حفظ الكلام، حفظ النص، صار عالم. فهمت؟ حتى المنطق معوج، عالم ايش هذا؟ سموه حافظ، سموه غاري، عالم، هيك اسم كبير يعني. انا احيانا اشوف يعني من الحكم له اللحي يقول تعال دكتوراه، كمان دكتوراه في علم الحديث، دكتوراه ماجستير دكتوراه، شنو هاي؟ قال لك هذا علم الحديث، هذا الشيخ واحد مغربي ماخذ دكتوراه في الفساء والضراط، ما يقول هذا مش مزحه، ناس فاكرها يعني مزحه او استهزاء، لا كتبوه على الانترنت شوفوها، شهاده موجوده صدرت له، هذا يقول لك المغص وبطنك كذا توجعك ويطلع الهواء، ما معنى الفساء وما معنى الضراط وماذا قال الرسول وكيف الرسول شرح هاي القصص، وداخل بقصص وما بعرف طب وعلى دين وعلى ما بعرف ايش، هاي كله يقول لك هاي واخذ شهاده به علم الفساء والضراط. وقال الرسول يقول فساء وضراط الامام في المسجد مسك. مسك خوش مسك، تمام. طيب ما دام هالشكل خلي شكله فدك زوز على خشمه. كلوا لوبيا وروحوا صلوا. تعشى لوبيا وروحوا على المسجد. سوي لنا مسك وتعال. هيا كلوا. أبو حاتم عندك سوالف. أخوي أبو عمر يلا حبيبي أشكرك، أنا أشكرك من جديد. حبيبي بحياتي. سلم لنا، سلم على حسين. الله يسلمك، ربي يحميك. يلا حبايبي اشكركم جدا، واشكر رب من اجلكم ومن اجل مشاركتكم وتكبيساتكم ايضا. هذه الحلقات تاتيكم من قناه الاراميه، وقناه الاراميه قناه غير ربحيه تقدم كلمه الرب يسوع المسيح للعالم اجمع ب 14 لغه. هذه القناه محتاجه الى صلواتكم ودعمكم المادي. الدعم المادي في هذه الفتره وفي هذا الوقت مهم جدا جدا، لان في خدمات جديده بالاراميه تعملهم. اذا الرب ثقل على قلبك وتحب تدعم قناه الاراميه، ممكن تدخل على الويب سايت اللي اعتقد راح يطلع على الشاشه اللي موجود امامكم www.abnsad.com. حتى لو ما تحب تدعم ادخل على الويب سايت، يعني ادخل على الويب سايت شوف البرامج اللغات الخدمات، في طريقه دعم ايضا هذا الويب سايت الموجود www.abngive.com، هذا من خلال الدعم. اذا تحب تدعم قناه الاراميه باي مبلغ الرب يثقل على قلبك، تاكد ان هذه المبالغ تذهب الى انتاج برامج وايصال كلمه الرب يسوع المسيح للعالم اجمع. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة، وانتظروني في حلقة قادمة.